اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم قبل الفاصل لانها الامسيه الرمضانيه الاولى لينا مع حضراتكم، عشان كده اخترنا تكون ضربه البدايه على مستوى الحدث والبدايه. خلونا نرحب بالكاتب الصحفي الكبير وعضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنه الثقافه والاعلام والسياحه في مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي الاستاذ محمود مسلم. اهلا بك يا استاذ محمود. اهلا بك يا استاذ ابراهيم. اهلا بك يا باشمهندس علي. رمضان كريم وكل سنه وانت طيب. رمضان كريم وكل سنه. وعايز اقول سر بس للساده المشاهدين، يعني انا اعرف طبعا ده قيمه وقامه واتابعه واعرفه عن بعد يعني، لكن لم اقترب من هذه الشخصيه الكريمه محمود بيه غير واحنا موجودين في كاس العالم للانديه فبالظبط فابو ظبي، فكنا دائما نلتقي في اللوبي تحت صالون زي ده كده ونقعد نتكلم في هموم الكره وخاصه النادي الاهلي، لاكتشف عاشق من عشاق النادي الاهلي، صاحب رؤيه رياضيه وكرويه. وبعدين وقعت في ايدي مجموعه من الصور وهو بيلعب كوره، ده طلعت لعيب جامد قوي يا ريس. لا لا مش عارف. فالحقيقه انا تمنيت نقعد القعده دي، فالحمد لله انها تتحقق هنا في قناه النادي الاهلي. احنا حكاياتك وحكايات الاستاذ ابراهيم فحاجه جميله يعني ان اكون موجود معاكم في رمضان شهر ده يسعدنا هذا اللقاء كتير. وهتستمتعوا بالكثير من رؤى واراء الاستاذ محمود مسلم، لكن خلينا نشوف جانب من مسيره محمود مسلم الكاتب الصحفي في هذا التقرير. الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم من مواليد قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، لأب بسيط كافح من أجل تربية 5 أبناء، وكان أحد العلامات البارزة في قريته بصعيد مصر لما تمتع به من حب الناس له. بدأ حياته الصحفية متنقلا بين العديد من الصحف قبل أن يستقر به المقام في صحيفة المصري اليوم، أول صحيفة مصرية مستقلة عام 2004 في بداية تأسيسها، وكان أفضل الصحفيين المسؤولين عن تغطية الشؤون السياسية والبرلمانية ليؤسس القسم السياسي والبرلماني في الجريدة ويترأسه عام 2005 قبل أن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة في 31 من يناير عام 2014 خلفا للكاتب الصحفي علي السيد قبل أن يقدم استقالته منها، ليتولى منصب رئيس تحرير صحيفة الوطن عام 2015 حتى الآن بعد أن كان أحد المشاركين في تأسيسها عام 2012. وتميز مسلم بإجراء سلسلة من الحوارات السياسية والبرلمانية والانفرادات الصحفية التي أهلته للفوز بعدة جوائز في المقال والحوار من نقابة الصحفيين، إلى جانب جائزة الصحافة العربية التي تعد أكبر جوائز الصحافة في الوطن العربي. تولى محمود مسلم رئاسة تحرير شبكة تلفزيون الحياة التي أسهم في تأسيسها، كما تولى رئاسة قناة دي ام سي العامة منذ انطلاقتها عام 2017. وفي شهر ديسمبر عام 2019 قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكليف مسلم برئاسة شبكة دي ام سي خلفا لهشام سليمان. تعيين محمود مسلم رئيسا لشبكة دي ام سي جاء بعد توليه منصب مدير عام منظومة تطوير المحتوى بقنوات دي ام سي وسي بي سي وأون والحياة المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى إشرافه على السياسة التحريرية للمجموعة. وللكاتب الصحفي الكبير تجربتان في تقديم البرامج السياسية، الأولى برنامج منتهى السياسة على قناة المحور، ثم برنامج مصر تقرر على قناة الحياة عام 2012. كما حصل محمود مسلم على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى في موضوع الإعلام السياسي من كلية الآداب جامعة الزقازيق عن دراسة بعنوان العوامل المؤثرة في تأطير الصحف اليومية لقضايا التحول السياسي في مصر خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017. وبعد أدائه الإعلامي الراقي وكتاباته التي تحمل هموم الوطن والمواطن، كان محمود مسلم ضمن رموز العمل الإعلامي والصحفي الذين تم تعيينهم بمجلس الشيوخ، ويشغل حاليا منصب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.
شفته شخصية إعلامية صحفية ثرية قد إيه؟ تقريبا مفيش قناة ما ساهمش في تأسيسها، تقريبا مفيش جورنال جديد ما ساهمش في تأسيسه، وطبعا كل مكان من دول بيطلع جيل وجيش من التلاميذ النابهين. ولكن أنا بس عايز أتناقش معاه في حاجة محيراني وأنا مش موافق عليها، كنت تملي أناقش فيها إبراهيم. يقولوا لك الصعيد مهمش، الصعيد مهمش، ها؟ وبعدين تكتشف إن 80% من القامات الإعلامية والصحفية في مصر من الصعيد. يعني كيف يهمش ملوك السيطرة الإعلامية والإعلام؟ لا، الصعيد ما حدش يقدر يقول مهمش، لأنه الصعيد نماذج كتير من الأدباء ومن الشعراء والمثقفين طالعين من الصعيد، وفي المجال الصحفي والإعلامي ناس كتير جدا. ده اكتساح. أنا قاعد مع اتنين أهو، وفي الإعداد في اتنين أو تلاتة. يعني انت حينما يجتمع خمسة هتلاقي منهم اتنين على الأقل. أيوة. من الصعيد أو أكتر، وأكتر الأسماء الكبيرة كمان. يعني بكلمك حتى الأسماء الكبيرة وحتى الشباب الصغيرين. فلا، الصعيد مش مهمش، وأنا رأيي كمان بشكل عام الصعيد لم يعد مهمشا. ومشروع حياة كريمة اللي شغال دلوقتي، وأعتقد إن هو هينقل الصعيد نقلة كبيرة جدا. يعني لما نتكلم على أهم أجمل المدن اللي هي أسوان، لما نتكلم على أهم مدينة للآثار في العالم نجدها الأقصر، لما نتكلم على أجمل الشواطئ نجد الغردقة ومرسى علم، كل دي جانب الصعيد يعني نقدر نعتبرها. لا لا يعني لما نتكلم على غلة مصر ومستقبل مصر توشكى، يبقى يا جماعة الصعيد ده حالة عبقرية في مصر. انحياز لما تتكلم عن الجدعنة والصدق والصفاء. ده طبعا الصفات. طبعا. لا لا، شوف الجدعنة الصعيد يعني والله الجدعنة الناس اللي هي ما بتلفش وتدور، يعني حتى لما تلاقي واحد كده واضح فالناس تقول له انت صعيدي، انت دماغك صعيدي. يعني وتجد معظم المسلسلات متجهة إلى النموذج الصعيدي. فأنا حتى لما كنا في الأقصر السنة اللي فاتت فقاعدين مع بعض المسؤولين هناك، واحنا بنعمل فرع الاهلي هناك، فبيقول لي بقى الصعيد، قلت له اوعى تقول لي مهمش. قام قال لي، قلت له اذا كان مهمش يبقى انتوا السبب. انا لما اكون عندي تلت اثار العالم لا يمكن اكون مهمش. فين جهودكم الشخصيه في تسويق الاقصر على مستوى العالم؟ يعني أنا محمود بيه عايز كل بلد تاخد خصائصها وتعظمها وتعمل بيها شركه في المحافظه بتاعتها وتطلع بره تشتغل من بره في تسويق السياحه، وانت ماسك هذا. لا لا لا، يعني طبعا معاك حق، بس غير السياحه طبعا حضرتك بتتكلم على الاقصر، بتتكلم على اسوان والمناظر البديعه هناك. اسوان من اسوان بلد من ما فيش كده الجمال يعني ده، من اجمل بلاد الله. البيوت النوبيه اللي على النيل دي من اطيب ناس على الارض، يعني اطيب ناس في الكون اهل اسوان. لكن كمان حتى انا لسه الاسبوع اللي قبل اللي فات كنت في جامعه اسيوط، واكتشاف في ندوه كبيره هناك مع الدكتور شحاته غريب والدكتور طارق رئيس الجامعه، وكان صديقنا الاستاذ عماد الدين حسين معانا، فدايما يدافع عن اسيوط. فهناك اقسام في كليه الطب حاجه نادره، حاجه يعني صحيح. مش موجوده في مصر. صديقنا يعني حسين بيه الامين، دكتور حسين الامين اساتذه الجهاز الهضمي في اسيوط. فهناك لا، هناك يعني تقدم علمي كبير. قلعه طبيه كبيره قوي، تقدم علمي كبير. طيب. والجامعه ما شاء الله يعني حاجه. اذا كل انسان لديه من الامكانيات ما استطيع ان يدع مكانه في المقدمه. ده حضرتك يعني اتكلمت في نقطه انا كنت كاتب عنها مقال من كام سنه، كنت رحت ندوه في جامعه سوهاج، فلقيت الشباب عاملين يتكلموا عن ان الفقير ما بياخدش فرصته، وان الصعيد مجهل، وان الحاجه الثالثه الفقير والشباب يعني ما بياخدوش فرصه. فقلت لهم كان ساعتها المحافظ شاب الدكتور احمد، وكان بالصدفه وكيل وزاره الصحه كان الدكتور هاني جميعي، شاب صغنن، وكان رئيس الجامعه الدكتور احمد عزيز. يعني 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 كان هو خلاص طلع معايا دلوقتي، الكلام ده من 4 سنين برضه، كان وراجل كان عامل شغل كويس قوي في الجامعه. فقلت لهم يعني النماذج دي شباب وتقولوا بتاع الصعيد، ما اعتقدش ان في قريه ما وصلت لهاش تنميه في الصعيد حاليا. ممكن بنسب قليله بنسب كتيره، لكن خلينا نقول مثلا
ان احنا كمان سنتين هتكون كل الكره كل صالح صحي صحيح. مدارس لو العالم سيبنا في حالنا محمود بيه والله هنجري. فقلت لهم ولما تيجي تتكلم بقى يقول لك الوسائط بتاعتهم يعني ده احد الوزراء طلع افتخر ان والده كان بيشتغل شغلانه بسيطه وبتاع. فازاي يعني من عقلك ازاي؟ وبعدين دلوقتي الدنيا بقت قطاع خاص وقطاع خاص لا يعترف بالوسط صحيح. مفيش حد هيجاملك وياخدك في القطاع الخاص لانك هتخسره. فمعظم الدنيا دلوقتي بقت قطاع خاص. ففكره الواسطه والمحسوبيه دي بقى اكل شهات احنا ورثناها والناس للاسف بتكررها. ده اللي انا عايز اقوله. الشباب ما عندوش فرصه. انت عندك شاب دلوقتي محافظ بني سويف عندك شباب نواب محافظ عندك شباب وزراء ومش شباب يعني برضو اللي دايما احب اكده ان هو مش بروش الناس جايباها حاطه لا ده ناس اتدربت وتاهلت بالظبط وبقت بتتولى مسؤوليه مؤهل لكده. اللي عايز يشتغل الدنيا تقدر تستوعب أفكاره وطموحه وأحلامه لكن ما تقعدش تنتظر الفرصة تجيلك وتلوم زي لعيبة الكورة لما تلاقي اللعيب طول الوقت يقول لك أنا ما خدتش فرصة انزل ماتش واثنين وثلاثة وما يديش على فكرة وبعدين يرجع برضه يقول لك ما خدتش فرصة. خلاص ما هي الفرصة بتيجي يعني بتيجي مرة واحدة ما بتجيش كتير مش في منافسة وذات في الفرق الكبيرة الفرق الكبيرة ما عندهاش استعداد تقعد تجرب كتير. بس أنت دخلتنا بدري في الموضوع. تابعت المنتخب بشكل كويس طبعا؟ ايوه طبعا متابع المنتخب. ايه تقييمك للي حصل؟ والله المنتخب طبعا عندنا مشكله اكيد يعني مش ما حدش يقدر يقول ان المنتخب على ما يرام مش هو ده مستوى مصر ومش هو ده المستوى اللي يجب يكون عليه المنتخب المصري. نوعيه اللعيبه انا مش مع فكره ان نوعيه اللعيبه يعني سيئه زي ما الناس بتقول. لا بالعكس انت برضه معاك نوعيات لعيبه كويسه ومعاك وتقدر تطورهم وتقدر وهو ده الشغل اللي طول الوقت. خلي بالك في احصائيه اتعملت ان معظم الناس اللي وصلوا لكاس العالم وصلوا بمدربين وطنيين. دي النقطه. فهنا بيفرق الروح بقى يعني هنا بيفرق الروح. اللعيبه بتيجي بيبقى عندها روح بتقدر من بعامل الروح بتقدر تتفوق شويه حتى لو الكفاءة والكواليتي مش قوي بتقدر تعوضها بالروح بالإصرار. وده اللي شفناه بقى على مر العصور. احنا يعني كل تجاربنا الناجحة مع المدرب الوطني 90% بس سميث في 86 ده اللي كان. لكن نشوف احنا شفنا الجوهري وشفنا حسن شحاتة وقبليهم عبد الصالح الوحشي وقبليهم يعني مدربين عظام جدا مصريين. واعتقد ان احنا محتاجين نعيد تاني تجربة المدرب الوطني بشكل يعني مع احترامي لكل الناس ما يجيبش نقيس على تجربه حسام البدري. انا رايي ان هو ما كانش مؤهل اصلا لكاتب المنتخب يعني دي قصه تانية. لكن لا عندك مدربين منورين في الـ في الـ في الدوري يعني ما تقدرش تنكر ان اياب جلال مدرب كوف ما تقدرش تنكر ان احمد سامي مدرب كوف ما تقدرش تنكر ان عماد النحاس مدرب كوف وبعدين وعلي ماهر برضه عمل شغل كويس. في ناس كتير لا يعني ناس كويسه وطالعين. اللي بالنسبه لي برضو كان كويس ايهاب جلال يعني معاه اكتر من تجربه. أيوة. بيقول ان هو مدرب كويس او بيعكس بس محتاج تدي الناس ثقه محتاج تراهن عليهم. وده اعتقد اللي محتاجه المنتخب محتاج يعني مدرب ممكن يبقى وطني افضل. وحسام حسن طبعا من لسه كنت هقول لحضرتك لكن فكره ان انت كل شويه بقى تقعد يعني نخش في مشاكل طب ليه طب ايه بتاع كروش طبعا عنده مزايا وعنده عيوب. يعني مزاياه ادى فرص لبعض اللعيبه ممكن احنا ما كناش مكتشفينه يعني محمد عبد المنعم بنتكلم على احمد رفعت بنتكلم عن حسين. طب هو احمد رفعت عمل معاه ايه؟ ما خدوش معاه ده برضه محير جدا يعني هي مش مساله اعطاء الفرصه هي مساله اولا المرحله اللي جه فيها قبلنا انه يدي فرص في البطوله العربيه بس كان ينبغي ان نستقر على قوام المصريين يعني يبقوا مقتنعين بيه. انما انك تبقى متناقض وماشي معانا بسياسه الصدمه واللي انا شايفه انتم مش شايفينه وحاسبوني على نتيجة كأس العالم وبعدين يجي نتيجة كأس العالم نسمع كلام غريب جدا. لا انا نفسي ان الراجل ده لازم يبقى صاحب مشروع. انا نفسي حد يجيب زميلنا احمد درويش لما سأله في المؤتمر الصحفي
وقال له ان الاداء مش كويس لما في المباراه اللي هنا 1-0 والاداء ما كانش كويس. قال له ازاي مش كويس؟ الراجل بيتكلم عن ماتش تقريبا احنا كلنا ما شفناهوش. احنا كلنا كنا كذبين. واتهم احمد قال له انت بتتكلم مع انت ما شفتش المباراه. انتوا مين فيكم مبسوط؟ انت ما شفتش كده بتبقى ايه يعني شويه فهلوه اجنبي كده شويه فهلوه يعني. وده انا عايز اقوله في المباراه الثانيه ما هو اللي قاله احمد درويش انعكس في المباراه الثانيه. انت ما طلعتش قدام انت ما يعني باستثناء الكورتين بتوع زيزو واحنا الجون ما شفناهوش. حارس المرمى السنغال ما شفناهوش يعني حتى كورتين كانوا بره القايد بس كانوا خطرين. واحنا كلنا كنا شايفين زيزو ده من الماتش الاولاني المفروض يكون في التشكيل من البطوله اللي قبليها ويكون يعني. في الماتش اللي هنا كان الناس كلها بتتمنى انه كان ينزل في الشوط الثاني وهناك برده كان ينزل بدري ولما نزل عمل فرق بالك. فده برده يعني الناس كلها قصور منه كسور طبعا يعني طبعًا. في مثلا انا ما زال رايي مع ان انا من مقتنعين وشايف ان رامي ربيعه ده لعيب كبير بس ما كنتش شايف انه جاهز فيه. جابه في لحظه مش جاهز يعني انا متخيل ان رامي ربيعه كان قاعد بيفكر موسيماني هيضمه جوه ال 18 في ماتش الهلال ولا لا. فمره واحده لقى نفسه في اجازه جواز لقى نفسه وانت مسافر. جايبه كمان يعني هو اصاباته كتيره انت لما اخترت 25 واحد ما خدتوش ففجاه تجيبه من بره فتلعبه اساسي يعني والاثنين سترد باكات اللي انت احتياطي عندك ما بتلعبهمش. لا انا مش انا ساعات اسال السؤال بطريقه عكسيه مش هقول له انت ليه اخترت كابتن رامي انا هقول له ليه اخترت الاثنين التانيين طالما انك مش مقتنع ان لما تحتاجهم انت واخد محمود علاء وايمن خدتهم ليه وبعدين الاثنين اللي عندك لو كانوا هم واحد يصاب والتاني ترد الونش ومحمد عبد المنعم تجيب لهم اثنين من بره فيجي ياسر ابراهيم يخش ويجي رامي ربيعه يخش دي برده كانت غريبة شوية. فما يعني ده اللي عايز أقوله الاستسلام لمنطق هذا الرجل ينطوي على بجد يعني نوع من عدم تقديرنا لذاتنا. لا ده أنا عايز أقول لحضرتك كمان نقطة كمان محيرة. أنت جبت عمر جابر لعبت بالبطولة الأفريقية كلها بعمر كمال عبد واحد باك يمين وبعدين جبت عمر جابر أصيب نزلت إمام عاشور ما نزلتش عمر كمال عبد واحد بالظبط يعني اللي هو امام اللي لعب المباراه فاينل وكان كويس قوي على على ساديو ماني يعني احنا طبعا مع اقرارنا ده حق المدير الفني بس ما تحيرناش ما تبقاش متناقض مع نفسك يعني تتناقض معانا بنقول ده حقك لكن تتناقض مع نفسك ومع اختياراتك ومع قناعاتك ما حدش فاهمنا ان الراجل لا لو في لعيبه عليهم يعني 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 مش عارف يعني هو في يا فندم مدرب يبقى معاه خط هجوم يجيب جون في 7-8 ماتشات يعني ازاي يعني لا والجون على راي المهندس خالد ابو عزيز كان كاتب بوست قال لك 450 دقيقه جبنا جون بمدافع السنغال احنا ما جبناش جون احنا ما جبناش جون بالظبط او على راي يعني مصطفى يعني محمد مثلا في البطوله الاولانيه مش ما جابش جون مصطفى محمد ما ضيعش جون يعني صحيح. مش ما جابش جون ما ضيعش جون بس خلي بالك برضه لان خطه المدرب انه يلعبه مدافع. طب انت منزل راس حربه يلعب مدافع تعمل بيه ايه؟ طيب يعني بالحال ده بقى دكتور محمود صاحب رؤيه طبعا دكتور محمود صاحب رؤيه وشايف المشهد الكروي ده من بره بعين مختلفه شويه مع كل الملاحظات دي اتحاد الكره منقسم والراي العام منقسم كروشي يكمل ولا يمشي؟ هو طبعا الكره منقسم منقسم يعني طبعا هم حساباتهم والله ده خبر كويس فيهم راي عايزه يمشي وفيهم راي عايزه يقعد خبر كويس والدكتور اشرف صبحي عايزه يكمل هو طبعا حسابات يعني انا لا انكر الله. ان في الاول السي في بتاع كروش ده سي في مغري ولعيب ومدرب موصل 4 منتخبات لكاس العالم وحاجه يعني يعني اي واحد فينا هيقعد عنده قرار اكيد كان هيجيبه لكن التجارب بتاعته معانا ما فيش حاجه يعني التجارب الاخيره كاس العرب خرج كولومبيا يا ريس هو اللي يعني كان يعني الى حد ما بحكم ان هو دخل ناس جديده وعناصر جديده وبتاع ومهند لاشين واحمد ياسين وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت وحسين الوينج الشمال ده فقلنا ماشي يعني واخد بالك اقتناع بمروان حمدي اللي ما حدش لسه لحد دلوقتي مقتنع بيه بس هو مقتنع بيه يعني ماشي لكن في كاس الامم ما قدمش اللي احنا في كاس الامم تقريبا يعني بضربات الجزاء في معظم المباريات في السنغال رايح جاي احنا حتى كلنا لو تفتكر في ماتش السنغال في كاس الامم متهيألي كنا بنتفرج عليه مع بعض في ابو ظبي فكلنا قلنا يعني رب ضارات نافعه يعني ما دام احنا خسرنا كده يبقى ان شاء الله ربنا كتب لنا روح كاس العالم مش مشكله تروح كاس الامم خدناها كتير لكن جينا كمان وبعدين انت عندك مشكله انت كمان ما بتاديش انت عارف لو بتادي وبتخسر فنقول ماشي لكن انت ما بتاديش
وحتى الفرص طبعا عندنا بعض اللعيبه عندهم مشاكل، يعني تريزيجيه لسه ما رجعش لمستواه، مرموش مش هو المستوى اللي احنا شفناه فيه اول ما استدعوه في المنتخب. خط الهجوم فيه مشاكل طبعا. محمد صلاح برضو كان مستواه ما كانش اللي احنا متعودين عليه، لكن انا برضو مش مع الحمله اللي عليه دايما، الناس بتحمله اكتر من مما يجب. يعني هو في النهايه لعيب كبير، لكن المنتخب ما ينفعش يقوم على نجم المنتخب طول عمره. ده اللي انا عايز اقوله، احنا ليه حجم المسؤوليه اللي حاطفين على محمد صلاح؟ ليه طريقه ان منتخب محمد صلاح؟ ليه اصل محمد صلاح عندنا يبقى نطلع نصعد؟ ليه؟ ما محمد صلاح هيزود من فرصنا بس مش هيبقى الفرصه الوحيده. ما ينفعش هو يبقى مفيش منتخب. لا بالعكس، يعني انا مثلا كان في فتره من الفترات وتقديري ان ده كان ممكن سر تألق مرموش وسر تألق تريزيجيه، ان الناس كلها بتركز مع صلاح فبيبقى عندك الوينج الثاني شغال فيه انت يا فندم. المستويات اللي تألقنا فيها في الاول كانت مستويات لسه مش دي اللي تحرجنا. معاك حق، يعني معك احنا حق. كنا وصلنا لمرحله ان احنا ابتدينا نخاف ما نتأهلش من السودان. ايه الكلام ده؟ لا من المجموعه بتاعتنا. حضرتك تقف فين بقى في المعسكر المؤيد لاستمراره ولا الكفايه عليه كده؟ طبعا انا 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 ما يعني ما انا خلي بالك برضو خليني اوضح عشان ما حدش يطلع يقول لك بيفتي في الكوره. انا بتكلم كمشجع. بتكلم رؤية. كمشجع لا طبعا مشجع، عشان بس ما حدش بعض الناس بياخدوا الكلام بحساسيه. كمتابع للكورة، مشجع للكورة ومتابع، مش انت كويس ان لجنة الاثار والصحة والثقافة والإعلام مش الشباب والرياضة مالهاش علاقة بالموضوع. طبعا انا متأكد ان الناس بتبقى عندها يعني عوامل كتيرة في القرار. احنا قدامنا بطولات ايه، والعقد فيه ايه، والفلوس ايه، والحكاية ايه، والطقم او الطقم المساعدين مين، يعني فيها تفاصيل انا مش فيها. لكن انا شخصيا بعد زي ما قلت لك انا كنت معجب بكروش في الاول، الفكره السي في بتاعه حاجه، لكن ممارساته التجربه تقول فيها لا، ممارساته لا عليه ما اخس كتير. يعني هو زي ما بقول لك هو عنده بس من كيميزا كان في كاس العرب جريء، قدم لنا اكتر من لاعب، لكن بعد كده حتى ما بتشوفش جمله، ما بتشوفش تكنيك، ما بتشوفش حتى الواحد بيعرف المدربين يا باشمهندس وانت طبعا استاذنا في الموضوع ده، تكنيك فاول، تكنيك كورنر، تكنيك تحس ان في خلاف، شوف التفاصيل دي، التفاصيل دي تحس ان في مدرب، لكن ما بتحسش ان اللعيبه يعني كل واحد بيقدم اللي عنده وخلاص. المؤكد ان ما فيش روح يعني كويسه في الفريق، يعني مؤكد. لا في فرق بين روح وفي فرق بين حاله جماعيه. لا انت ما وصلكش للنقاط اللي انت مش ما كنتش متوقعها غير الروح. اللعيبه عايزه تجتهد، لكن اجتهادات بشكل فردي متشرذم جوه الملعب. حضرتك زي ما انت قلت لا شفنا مجاميع بتشتغل بضغط ولا شفنا مجاميع بتشتغل بجمل هجوميه، ولا شفنا في الكرات الثابته شغل تكتيك، ولا ما شفناش حاجه. انا بقول لحضرتك يعني جماهير الاهلي والزمالك وكله بالاجماع كانوا عايزين زيزو يلعب من الماتش الاولاني بالظبط، والماتش الثاني برضه كانوا عايزينه يلعب، وانت راح لعبه في غير مكانه شمال، هو بيلعب يمين واخد بالك، ممكن يدخل محمد صلاح راس حربه. شوف انا مش معنى كده، ومع ذلك لعب كويس وعمل اهم 10 دقائق خطوره لمصر في اخر الشوط. مفيش غيره، لكن انا مش قصدي ان احنا لو عمل اللي احنا متصورينه لازم نكسب، بس يبقى في سياق منطقي وانت بتتفرج حاسس انك انت ما مش مقعدك يقول لك لا انا هفهمك بقى، اصل انت مش فاهم اللي انا بعمله. لا كويس، انا مش فاهم اللي انت شرحت لي حاجه، مش حاسين ان فهمتني انك انت اللي بتعمله ده. يعني الحمد لله انك عملته. لا وانا رايي كمان برضو من ضمن مشاكله انا اعتقد ان سنه كبير، يعني يعني دي النقطه الثانيه. لو كان كده طب احنا دلوقتي عايزين نجدد له، يعني على الاقل جوزيه احنا حافظينه وعارفينه وحافظينه وعارفنا بتاع. فلو بالسن ده ما نرجع جوزيه. لا هقول لحضرتك على حاجه، هو حتى في تجاربه بالنسبه لكاس العالم، يعني هو ودى ايران مرتين والتاهل في اسيا الى حد كبير ظروفه مختلفه عن افريقيا، ودى جنوب افريقيا وما سيبوهوش يلعب النهائيات، يعني هو وصلهم واكتفوا بكده، وودى منتخب البرتغال في اول مره في تجربه ليه فشل مع كولومبيا. فانت مش بتتكلم على حد بيبني على مدى بعيد، يعني ما هوش اللي تقدر تقول عليه صاحب مشروع يقدر يبني لك لفترات طويله. هو كان جاي لمجد شخصي،
هو عنده رغبه انه كان يعمل ريكورد خاص بيه هو انه يبقى راح كاس العالم كمدرب. هو ده بالنسبه لنا كويس يعني، يعني انه شخص يعمل يعمل لنا معاه. هل عنده النفس انه يقدر يبني الاربع سنين اللي قدام؟ هل سنه تسمح؟ ما يعني انا ما مش متحمس يعني، بقول لك لو كده بقى يبقى نجيب جوزيه. انا ما حتى ما شفتلوش، ودي ممكن احنا الجيل اتربينا، او انا بالنسبه لي جوزيه ده الملك بتاع التدريب. صحيح. فجوزيه كان من يمكن من اهم ادواته سيطرته على اللاعبين، سيطرته بالحب وبالحسم الاثنين، كان عنده دايما الادتين. والاهم من كده ان جوزيه كان من الناس اللي يبهرك بتغييراته. طيب يعني يعمل لك تغيير، يغير عنده فكر تتفق تختلف معاه. عنده رؤيه وعنده فكر. هنناقش هذه الرؤيه وهذا الفكر ونفكر بعد الفاصل، عشان الملف ده مهم جدا. فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين ومعانا الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي الكبير، ونظره على واقع الكره المصريه. كنا بنتكلم يا دكتور محمود على كروش والوضع اللي احنا وصلنا له، وانت اميل لانك انت يبقى عندك مشروع للفتره اللي جايه. انا رايي ان احنا محتاجين لا اما مدرب وطني، لا اما بقى خبير عالمي يعني نضحي شويه بس بدل الاخفاقات دي، لان يعني 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 انا ما زال رايي انت برضو عندك خامات كويسه، انت عندك ناس بتلعب في انجلترا، وناس بتلعب في تركيا، وناس بتلعب يعني محترفين في المانيا وناس فعندك عندك خامات، وعندك ناس بدليل الراجل زي ما قلنا لما اشتغل على شويه خامات في كاس العرب اظهرهم. يعني ما نقدرش ننكر انه طلع مهند لاشين، طلع احمد رفعت، طلع حسين، طلع محمد عبد المنعم، طلع عمر كمال، طلع عينينا احنا بس يا فندم. مساله انه طلع هو 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 ده له فرص هو طلع ده له فرص بس حاجه بالفرص عنهم ساعه الجد. ما انا دي يعني فكره غريبة. انه كل الاسماء دي ما كملش منهم غير محمد ابراهيم محمد عبد المنعم ولولا اصابته كان هيكمل. بس محمد عبد المنعم ما هوش يعني جاي من المجهول. هو في النادي الاهلي هو لعيب منتخبات طريقه مرسوم، بس يمكن كان التوقيت النادي الاهلي كان يعني من السنه الجايه يبتدي يفكر فيه، هو اختصر لنا الوقت وهو نضج بشخصيته. بس رايي برضو ان واضح ان علي ماهر عمل معاه شغل كويس وعلي انما مصر كلها تبقى شايفه ان ناحيه الشمال عندك محتاج واحد زي محمد عبد القادر وما يخلو. احمد عباد طب ما هو انت محتاج لعيب عنده حل فردي. طيب انت محتاج فرود مش عشان انا كنت متوقع يعني، حتى كنت في لقاء مع زميل تامر امين بيقول لي مين ناقصه المنتخب، قلت له احمد عبادر. صحيح. كنت بقول ناس كتيره كانت متوقعه احمد عبادر. احمد عبادر فعلا لعيب طعمه مختلف. لا لعيب ومهم، وبعدين لعيب كمان على عكس كل اللعيبه المهاريه. يعني اللعيبه المهاريه دايما معروفين بقله اللياقه، ما بيرجعش ورا كتير، ومش عصب الواد عصب يعني. انا سمعت ايجابي ايجابي يعني، لان انا كنت قلقان وكنت باستمرار بوجه له رسائل، لان انا يعني متابعه من الناشئين وخصوصا لحظه خروجه الى تشيكوسلوفاكيا. كنت بحاول ان هو يعني ما يروحش، لكن هو في الوقت ده ما اتعاملش بالطريقه اللي تخليه يقعد. يعني فهو راح جرب ورجع النادي الاهلي. فانا تملي كنت بحب اوجه له رسائل. اطمنت جدا من كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح ولا اول امبارح، قال لك لعيب قلقان على نفسه، بيشتغل انه وزنه ما يزيدش، بيشتغل على الباور، بيشتغل. لا باين عليه. انا برضه باخد بالي من لعيبه وهم بيخرجوا في عز تالقهم، وده حصلت معاه كذا مره خرج. فتشوف تعبيراته وهو خارج، لعيب محترف. اذا مش ربنا يستر على كلامنا عليه. انا بخاف من الاشادات. لا ما تلاقوش مقير، لان هذا لاعب بيحاول يدي انطباعات. لا لعيب محترف يعني، معنى محترف بمعنى ان هو لعيب ملتزم، عارف ان هو في ماسك. عز يعني بوكر في الجماهير. امبارح انا كنت في الاستاد، جماهير وهي خارج تصفيق غير طبيعي لاحمد ابو قادر. طبعا واخد بالك، وعلى عكس كل اللي خرجوا. طيب. لك يعني مش انا بمناسبه الجماهير يا استاذ ابراهيم، ليا مش عارف هتتفق ولا تختلف معايا، رفقا بلعيب النادي الاهلي، رفقا بان احنا نبقى في قمه الاشاده مره وفي قمه الهجوم مرات.
يعني انا بخاف. لا انا بختلف معاك بس معلش والله يا محمود بيه. الناس ما كانتش اتاقت الاهلي طبعا. لا شيء لا 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 ده مش ناقص. وبعدين الاهلي ده يا فندم مش يا فندم الاهلي مش ناقصه اللي ينتقده. الدنيا كلها بتنتقده. فانا جمهوره يهدى شويه ادفيه. انا ادعمه. انا بقولش ان انا اقول كل حاجه وردي بس كمان ما يبقاش اللعيب عندي بيجيب اجوان وبيعمل وبتاع وانا عمال افكره بالفرص اللي ضاعت. انت نادي بطولات وناس يا فندم. ما احنا وانا ما بكسبش بطولات. معلش معلش يا باشمهندس بقى انا اصل ده بيبقى دايما مشاعري واحساسي ان الاهلي طول الوقت بيبقى بطولات فلما بيجي يحصل انتكاسه ولا بتاع الناس ما بتتحملهاش. لا لا برضه بيحصل انتكاسات لما مثلا الاداء ما يعجبكش. اصل الاهلي قصه الجماهير وده اللي البعض بيحاول يوصله. لا جماهير الاهلي بتتضايق. طب انت قلت كلمه تسمح لي ان انا استخدمها ضدك. اتفضل قول. قلت ده لعيب محترف. لا لما نتكلم ما نتكلمش بمشاعرنا نتكلم باحترافنا. انا ما اقدرش اوبخ ابني وانا شايفه ذاكر بس جاله شويه برد سخن ليله الامتحان يعني ما عرفش يجاوب على سؤال ان انا اوبخه. كتر البليم كتر التوبيخ مش دي طريقه الاصلاح. ده مش نقد يا فندم. لا الاصلاح اقول له ايه مستني منك اكتر من كده. انا لما الجماهير ان شاء الله ستعود للملاعب وستعود بسلوكياتها الطيبه والجميله اعتقد ان هتلاقي اللعيبه بتتكون. وبعدين مش ضروري الهوا كده بس. وبعدين يا محمود بيه رفض طبيعي يعني امبارح لما تسمع هتافات الجماهير ده انا بدفع شويه يدلعوا وشويه يقرصوا. يعني هم نفسهم النبض اللي هو الطبيعي. شويه يلاقوا اللعيبه الفرقه مريحه فيروحوا داخلين عريض شويه يلاقوا يروحوا رافعين. انا اقرص في حاله واحده لو حسيت بتقصير او لعيب حياته بره مش منضبطه اقرص واقرص جامد. انا كان في لعيبه تبلغنا فلان الفلاني شوهد في الحته الفلانيه كنا بنتصرف. فانا دي انا معاه لكن لعيب مش موفق لعيب ضيع ثلاث فرص. هو محمود بيه انت عايز تعود. طب انا سالك انت عايز تعود جماهير الاهلي ان الاهلي ممكن يستغنى عن بطوله بسهوله ليه؟ ويستغنى ليه يا ريس؟ ايوه لانه حصل تقصير لعيب اتدلع لعيب مش عارف ايه اخطا المدرب غير تغييرات غلط نازل تشكيل غلط. ده لما يحصل بس انا ما يبقاش فيه لعيب انا بتنشا انه يقف على حيله ويبقى مكسبني وجاب جون وما اقفش. لا لا طبعا الناس ما بقول لحضرتك امبارح احمد عبد القادر الناس محتفيه بيه. احمد عبد القادر مين اللي جاب الجون؟ انا مالي ومال احمد اللي جاب حسين شحات. طيب. بس الاحتفاء كله راح لاحمد عبد القادر. وليه ما يروحش لحسين؟ يروح لحسين كمان بس اللي ما انت مهاجم حسين اللي عامل المجهود الكبير في الجون يا محمود اللي عامل المهاره كده 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 اسمحوا لي مختلف جدا جدا جدا. وهو ده بقى ده اللي انا مختلف عليه الحوار ده. مين اللي محتاج الدعم؟ احمد عبد القادر ياخد التسقيف. حسين الشحات اللي انا عمال الومه 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 لما ليه اتصرف بحنكه وهدوء وثقه ومهاره. ايوه الناس سقفت له برضه. بس انا بكلمك على اللي خرج. طب اللي خرج دخل ما خرجش. لا لا شوف تعليقات. في بعض الناس اتفقت ولا انا عايز انا في كلام. طب انت ايه رايك في وليد ازارو؟ وليد كان كويس ولا وحش؟ انا رايي ان وليد ازارو كان بيجيد حاجه واحده بس. كان كويس ولا وحش؟ كان بيخلص لك ماتشات ويضيع 10 فرص. كان بيخلص تضيع الفرص دي مش اثاره؟ إثارة طبعا. يعني بوصل اذا انا خلصت على لاعب وعلى فرصه لاعب انه يستمر معايا وهو بيعمل 5 فرص بيجيب لي واحده ولا اتنين. ما انا عايز بس ضيع لنا ماتشات. خلاص ضيع لنا ما فيش ماتشات مهمه. ضيع لنا ماتشات مهمه جدا. طيب نرجع للمنتخب. لا احنا مختلفين. طيب انا عادي ما طبيعي ان احنا نختلف. بالظبط نرجع للمنتخب. سهره رمضانيه خلي بالك. ما فيهاش قيود. الكلام في رمضان الكلام في رمضان واجب. لا مسموح نختلف مع بعض. لا 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 لان انا بعتبرها سهره قاعدين على رمضان. خلي بالك خلي بالك انا متابع على الـ على الـ يعني متابع يعني اعرف طبعا كتير من جماهير الاهلي. فالجماهير الاهلي عندهم حميه على الفريق دايما. ودايما بيصبوا للافضل. ودايما ما بيقبلوش يعني مثلا من الحاجات اللي بتعجبني في الاهلي على مر التاريخ الاهلي ما عندوش حجج الحكام وبتاع ما عندوش حتى لو هو بيعمل اجراءات ضد الحكام لو بيشتكي منها لكن ما بيعملهاش حجه ما بيركنش عندها ما تبقاش هي دي المبرر. ما بيديش للعيبه مبرر. انا موافق على كل ده كل ده موافق عليه ومش بتهم الجمهور في نيته بالعكس. ده انا شايف من كتر حبه للاهلي مش قادر يتحمل لحظات
من الإخفاق أو لحظات من أنت لما تتابع الماتش. خلي بالك الجماهير بتحس وبتقدر لما بيكون الفرقة حتى لعبة ماتش حلو ومغلوبة ما بيبقاش فيه مشكلة. هي الكارثة كلها لما بتبقى الفرقة كسبانة ولعبة وحش. مش من حقنا بقى نقول كلنا للفرقة مرهقة، مش من حقنا نقول الجدول مزدحم، مش من حقنا نقول ناقصين وعندنا اصابات، مش من حقنا. اذا كان ده مش هيكون مؤثر في رؤيتنا ونحط الامور في نطاق الواقع، انك احيانا انت مش في افضل حالاتك، احنا مش في افضل حالاتنا. ايوه بس ايه الجديد يا باشمهندس عما كان يتم قبل كده؟ ما قبل كده طول عمره الاهلي بيلعب في المنتخب وبيلعب في كاس افريقيا وبيلعب في الدوري، بس حكايه كل 3 ايام دي لا بقت. انت عندك 9 ماتشات. انت برضو انت كاهلي بقى ما يعني بعيدا برضو عن ظروف، انا مش صاحب قرار وما اعرفش كل العوامل، بس انت كاهلي المفروض يبقى عندك بدائل وعندك روتيشن وعندك بتاع، فبتدي فرصه لواحد في بتاع يعني. هو ده الحل يعني اصل انت فريق يعني كبير. ده الحل، انت مش ده فريق، البديل الوحيد المتاح. انت مش فريق يعني مع احترامي لكل الناس، بس امبارح الدكه ما زالت خفيفه، واخد بالك الدكه ما زالت خفيفه، مش هي دكه الاهلي اللي الناس بتستنى لما يوصل للدقيقه 60 ولا بتاع ينزل يغير نتيجه ماتش، لسه ما عندناش الدكه تقيلة. على اساس حتى العناصر الموجوده مش في افضل حاله بدنيه دلوقتي. لا وعندك اخفاقات، عندك لعيبه كتيره كويسه قوي ممكن تكون انفت حاليا. في بعض اللعيبه يعني ده، بس ده مثلا ممكن تقدرش تقول طاهر ده لعيب قليل ابدا. ايوه بس معلش الشحات لما نزل لعيب قليل، معلش برضه خلي بالك ما احنا عندنا لعيبه مستواه متراجع ومش في المنتخب، يعني لما يجي عمرو السوليه مستواه يتراجع ممكن تلتمس له العذر، ده ايمن اشرف تلتمس له العذر، علي معلول بيلعب مع تونس تلتمس له العذر، لكن ما هتقول لي بقى طاهر ومكسيموني ومش عارف ايه. ما هو راجع من الاصابه يعني مش شايف يعني الاهلي بقى انت عارف اتعود الناس اللعيبه تنزل الفرصه اتعود. دي اثبت الناس ان الاهلي انعش امال الناس وحط سقف طموحاته في منطقه. ما احنا عايزين نشوف بقى ده حلو ولا وحش. لا كويس لا كويس لو اتعاملنا معاه بالمعيار. هي نقطه كريتيكال شويه. ان انا وانا كجمهور جماهير الاهلي بتاخد بطوله بالدرعه الثانيه على طول يعني. هذا الاصل اللي هو العادي. ما بيلحقش يحتفل. طب انا هرجع للمنتخب. برؤيتك ايه التعامل اللي حصل مع السنغال؟ يعني فجاه لقينا السنغال وهي دوله حتى بيننا وبينها على المستوى الشعب والرياضي دايما العلاقه لطيفه ودوده. ايه الجو الغريب قوي للمنتخب لقاه هناك؟ تفسيرك له ايه؟ انا تفسيري ان هم لسه ما وصلوش للمرحله اللي وصلت لها مصر في موضوع التشجيع، يعني مصر دلوقتي في اختيار الجماهير في التنظيم في تذكرتي في بتاع، وبدات ناس تانية، وده حصل ممكن بشكل او باخر لو حضرتك تفتكر ان في نوعيات مختلفه من الناس بدات في 2008 2010 يعني تحديدا جمهور جديد يظهر ونشوف عائلات ونشوف بتاع وفي البطوله بتاعه اليد وبطوله كاس العالم لل وحتى بطوله افريقيا تحت 23 سنه يعني انا واسرتي رحنا يعني في النهائي وناس كتير اسر كتير في 2006 ما انا بقول كده كل الدنيا يعني الدنيا انتعشت فتغير الجمهور. بعض الناس بقى زعلانه ان الجمهور اللي راح ماتش مصر والسنغال جمهور كيوت وما كانش يعني بيشجع ده ودود وناس لطيفه مش ناس مشجعين. لا احنا محتاجين برضو نغير النوعيه لان هي في النهايه هي متعه وما يجبش تقتصر على فئه معينه. بقينا مشدودين واحنا بنحب مشدودين واحنا بنشجع، مش طايقين حاجه غير اللي في دماغنا واللي في دماغنا ده ادي احنا قاعدين اهو وثلاثة متابعين مختلفين فتخيل ان احنا لو كل واحد فينا تشبث انه يفرض رؤيته. لا مفيش فرض رؤيه بس انا مع فكره ان انت انا بتكلم على يا فندم بوسع الدنيا على الجمهور. لما الجمهور يبتدي يتهم بعضه وانت كيوت وانت بتشجع غلط وانت أنا رأي مش لا صح الكلام ده. لا وانا مع فكره ان الجماهير تبقى يعني كل الشعب المصري رايح يشجع ومعروف ان في مدرج ولا حاجه بيقولوا بيلتزموا بالبتاع ومعروف الدنيا بقت منضبطه جدا زي ما بقول لك
برزنتيشن وسكارت عاملين شغل كويس في موضوع الانضباط والتنظيم وكده. وفي النهايه اللي يغلط يتحاسب ومحدش يقعد يدافع عنه بقى. ايوه عشان احنا عايزين نتنقل الناس اللي احنا ده كل حاجه رايز. كل الناس بتستمتع بالكوره، الكوره جايه للمتعه، الكوره مش جايه عشان الناس. اذا النموذج السنغالي ده مش هو النموذج المطلوب. النموذج السنغالي ما اعرفش ايه اللي حصل لهم يعني، برضو انت على رايك علاقتنا كويسه وهم لا هم ما كانوش كده ابدا. ايه اللي حصل لهم؟ ما اعرفش هل يعني ناس بتفسر ده انه المنافسه الثنائيه اللي بين ساديو ماني ومحمد صلاح سايبه اثر عندهم هم. والله وارد، لان هو القضيه بالنسبه لهم صلاح، لانه حتى مستهدفينه من اول ما وصل. يعني وارد طبعا صلاح، ما احنا اكيد برضو، بس احنا حصل العكس، احنا الناس حيت ماني واستقبلته استقبال كويس وبتاع مش عارف ايه، يعني برضو في فرق في الظروف. احنا ده قدرنا. دولة رائدة صح بتتعامل صح بمعاييرها صح. حتى في بس مش عايزين الكورة. انا حضرت ماتش السودان، مصر والسودان، مصر والجزائر في السودان، ودي من أسوأ اللحظات اللي انا شفتها. انا لا ازعم ان انا شفت مشاكل عشان يعني كانت الظروف، واكتشفت بعد شوية ان معظم الناس اللي اتكلموا عن كان فيها مبالغة، كان فيها مبالغة. انا بقول لحضرتك احنا رحنا، كان الدكتور سيد البدوي كان عامل طياره، كنت شغال في الحياه ساعتها، وكان معانا نجوم كتير، ورحنا لكل القنوات الفضائيه، رحنا وصلنا، كان عنده مدير مصنعه في السودان نائب رئيس اتحاد الكوره، فعزمونا على الغداء في فندق روتانا، رحنا بعديها الاستاد. السودانيين منتهى الجمال اللي في الدنيا، منتهى الجمال، ودي شهادتي للتاريخ، اقسم بالله. احنا خارجين بقوا اللي يدينا ميه واللي يطبطب علينا، اكيد فيهم ناس بتشجع الجزائر وده حقهم، لكن الاغلبيه بتشجع مصر، لكن فيهم يعني نسبه قليله بتشجع الجزائر، بس ما فيش حد اساء لينا على الاطلاق. خلصنا رحنا مطعم تاني يعني للعشاء، وكان معانا قدامنا موتوسيكل شرطه، فوصلنا كان جنبنا ناس جزائريين بياكلوا واحنا قاعدين بنتعشى، فقبا لقينا الدنيا كل اهالينا عمالين يتصلوا بينا، في ايه عندكم؟ ما فيش حد. طب احنا كنا مستنيين للاسف، حتى طلع بعض الزملاء قالوا ده احنا محجوزين، ده اعلامي خاطئ، احنا محجوزين، احنا ما كناش محجوزين، احنا كنا قالوا بس بدل ما تبقى عربيه موتوسيكل هيبقى في عربيه شرطه قدامك. وبعدين رحنا المطار، في المطار بقى لما يلاقونا مصريين يعني في الاتوبيس، فبقى يطلع معانا واحد يحكي، واحد يتوسم فيك انك تطلع في التلفزيون فيخش يحكي لك، احنا كله على السمع، مفيش حد فينا شاف حاجه. فركبنا الطيران قعدنا نسمع، حتى لما نزلت هنا فلقينا كانوا فاتحين هوا في التلفزيون، فبيقول لي اللي حصل، قلت والله انا يعني ما اعرفش، انا كله سمع، لكن انا شخصيا ما شفتش حصل، لكن اللي انا اقدر اقول لك ان السودانيين اللي اجزم بيه ان السودانيين كانوا منتهى الاخوه ومنتهى الحب ومنتهى الود. ثانيا يستحيل ماتش كوره يوصل الناس كده، الكوره معموله عشان تالف بين الشعوب. طب ازاي نعمل ده؟ هل اعلامنا يوجه اليه اللوم في الحته دي؟ طبعا. انا ساعتها حتى كنت بعمل برنامج في المحور، وكان استضفت الله يرحمه الوزير احمد ماهر، كان وزير خارجيه الاسبق، فقال لي مشكله ازمه مصر، علاقه بين مصر والجزائر دي مشكلتها ان احنا سيبنا العلاقات السياسيه لمحللين الكوره. قال لي وينفع محللين الكوره يتكلموا في العلاقات السياسيه؟ دي كانت ماساه كبيره جدا. ده ملف مهم جدا لابد ان احنا نناقشه مع رئيس لجنه الاعلام والاثار والثقافه والسياحه في مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم بعد الفاصل. نرجع تاني نكمل الملف المهم بتاع الكره المصريه والمنتخب، وقطعا يعني هنعرج على النادي الاهلي، او نعرج على النادي الاهلي. فمحمود بيه، يعني احنا عمالين نتكلم في المعيار الصارم بقى، جماهير الاهلي اتعودت انها ما تديش لحظه، ها مهما كان السبب، انك ما تحتكرش البطولات، انك ما تحتكرش المتعه، ان كل ماتشاتك تبقى ممتعه، ان نجومك كلها تبقى متالقه وباستمرار. فمعيارنا اصبح معيار صارم. انا بشوف وطلباتنا من فرقه النادي الاهلي رقم واحد، تكسب 5 بطولات تخسر السادسة يزعلوا، لكن انا بتكلم دلوقتي بشوف العكس تماما في التعامل مع المنتخب، وخصوصا من قبل الإعلام والمسؤولين. لماذا أصبحنا نقبل بما حدث في 2018 في كأس الأمم، ثم كأس العالم برضه في كأس العالم، ثم في ما حدث في بطولة العرب وكأس الأمم، ثم تصفيات
اصبحنا متسامحين قوي، كل هزيمه زي بعض وبس الراجل بيعمل كده، حاسبوني على كاس العالم. وبعدين يجي كاس العالم يقول لك لا لا لا، الراجل بصراحه عنده مشروع وبيبني فوق السبعين وعنده مشروع وبيبني اربع سنين، عشان يجي بعد اربع سنين يقول اصل الدوري عندكم ما بيفرش نجوم. اصبح نحن يعني ازاي بنقبل حتى على مستوى المسؤولين انه دار بلجنه من اتحاد الكوره الدولي، كيف نقبل ثلاث سنين انه دار بلجنه؟ وهذا ما لا يحدث الا في الدوري اللي ما عندهاش كوادر ولا على نظام، ثم نقبل اي نتيجه من اي حد وندافع عنه. يعني انا طبعا معاك حق، انا مش مع فكره استمرار كروش اربع سنين تاني، لانه يعني ما اعتقدش ان هو هيبقى عنده مشروع. ممكن كمان المدرب المحلي او المدرب الوطني بيقدر يفرض شويه على اتحاد الكوره بعض الامور، وده اللي عمله الجوهري وده اللي عمله حسن شحاته. يعني انت لو تفتكر الجوهري تدخل في الدوري وتدخل في اجراءات وفي الاحتراف، يعني تقريبا كان هو اللي بيدير الكوره في مصر الله يرحمه. أيوة أيوة. ونجح، فالنجاح بيخلي كل الناس تمام، يعني بتعمل له كل اللي هو عايزه. عشان كده نجاح الاهلي في ابو ظبي خلى معانا على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ حامد عز الدين. مساء الخير يا استاذ حامد. اهلا اهلا يا ابا خليل، تحياتي وتحيات المهندس عدلي والدكتور محمود مسلم. والله الصديق العزيز جدا جدا الغالي الدكتور محمود مسلم، انا طبعا اعرفه من زمان وكراجل ايه في الاصل يعني صحفي سياسي. صحيح. لكن انا كانت من احلى المفاجآت عندما اكتشفت وجوده ضمن البعثة الاعلامية اللي في مع الاهلي في تغطية بطولة كأس العالم للأندية. فقلت له انه انا اتمنى بقى ان انا بقول له يعني انت موجود باي صفه، يعني سايب شغلك وجاي تتفرج على الكوره؟ فقال لا، انا اهلاوي واولادي بروح معاهم الملعب واهلاوي زي اللزوم. قلت له طب ازاي انا ما اعرفش هذه المعلومه المهمه؟ ازاي المهندس عدلي ما مضاهوش؟ طب انا كنت اتمنى ان اكون يعني ممن يستضيفون الاستاذ محمود مسلم. الله يخليك يا استاذ، لانه صحفي كبير ومن النماذج الرائعه في الاعلام المصري الحقيقه. وسعدت انا الان وهم بيبلغوني ان هو موجود، بس كنت طبعا ايه هتهم المهندس عدلي بالمسؤوليه عن عدم ابلاغي، والا كنت هبقى موجود معاكم الان. طب اسمع بقى، بما انك دخلت وبتقول كان نفسك تستضيفه، لو انت موجود ومستضيفه تساله تقول له ايه؟ لا انا كنت هقول له انا عايز اعرف منك الان بدايتك مع الاهلي، لانه انا لم اتحدث، يعني انا ما حسيتش ان انا بتحدث مع حد بيتكلم كاعلامي. ده هو جاي يشجع الاهلي في ابو ظبي وهو في مهمه شديده الصعوبه بقلبه، يعني مش جاي مش بنتكلم في الاعلام، ده حب من القلب. فالحقيقه اسعدتني تعبيراته اللي قالها، رغم ان هو طبعا هادئ جدا وبسيط وما ما ما لا 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 يغلف تعبيراته بكثير من الاحاسيس، بس وصلتني جدا. فقلت له انا اتمنى ان انا اقعد معاك بقى عشان اقدمك للناس بهذه المحبه الاهلاويه والعشق الشديد جدا للنادي الاهلي، وهذا يسعد جماهير الاهلي كما بالتاكيد اسعدني. ولابد ان نعرف منه هذا ونشوف يعني كيف يتعامل هو رئيس تحرير ورئيس قنوات وكذا، والاهلي مثلا عنده مباراه، انا اعتقد انه بيسيب كل حاجه ويتفرج على المباراه. ده اكيد ساب جلسات مجلس الشيوخ وجه عشان الاهلي. لا هو كان كنا اتعاوننا فتره وهو بيغطي الشان البرلماني. والله صح. لو كنت اعرف وقتها كم العشق الذي يحمله الدكتور محمود مسلم للاهلي لا قررت استبعاد الاستاذ ابراهيم المنيسي. قلت له تعالى يا دكتور خليك معانا
في الشأن الرياضي. ده الكلام ده هيضيع يعني بديل عن الفطار اللي انت كنت بتدعو ليه ولا ايه؟ لا 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 يا حامد انت كده مالكش امان يا حامد. لا هو الكلام ده بديل للدعوه يعني. هو الجمال 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 ان ما في قاعده بتضم القامات دي كلها. لا لا انا 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 والله انا بس كنت بقول كان نفسي اكون معاكم وانتوا بتستضيفوا الدكتور محمود مسلم. انت معانا اهو. الله يخليك يا استاذ حامد. انا بشكرك. الدخول هنا كان بالحسن يا استاذ حامد. كان بالحسن يا صاحبي. التطبيق. بشكرك يا استاذ حامد طبعا. وانا فعلا تعاملت مع الاستاذ حامد لما كان مدير وكاله الاخبار العربيه. وطبعا بسعد بس حامد على طول في كتاباته ومداخلاته التلفزيونيه. وسعدت طبعا بوجوده في ابو ظبي وهو راجل يعني اهلاوي عنيف واهلاوي اهلاوي. فبشكرك طبعا. لكن لو انت بتسالني عن الوطن، لا الوطن في موضوع تغطيه الكوره ليها يعني سيستم وليها نظام، مش بيعتمد على هوى رئيس التحرير. احنا عندنا ناس في القسم الرياضي وناس متخصصين وفاهمين وعارفين احنا يعني بنفصل هواياتنا. انا حتى وحضرتك طبعا استاذنا في المهنه وعارف، البعض يقول لي ازاي في مقال مش في الرياضه يعني في السياسه كده، اقول له اوعى تفتكر ان كل المقالات اللي بتنزل دي على هوايه، ده اصحاء يعني اكيد. لو اكيد انت عارف ان ده ممكن ما يبقاش راي، بس هي 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 الصحافه فكرتها التنوع، والمقال بيحسب لكاتبه في الخبر بقى والمتن والكلام ده كله. احنا كلنا مختلفين يعني، احنا فينا الاهلاوي وفينا الزملكاوي وطول الوقت في صراع حوالين الكوره، لكن في الشغل عندنا حاجه اسمها المهنيه. يعني في الشغل احنا عارفين المهنيه ما اتحققتش يبقى عندنا خطا. يعني انا مثلا لا افرح تماما ان واحد يجيب لي خبر غلط عن الزمالك ولا خبر غلط عن الاهلي، الاثنين نفس الدرجه. والعكس يعني احنا مثلا الوطن انفردت بنشر معظم عقود لاعبي الزمالك، وقريب الوطن انفردت بنشر عقد الشناوي. ده اتنشر في الوطن وده اتنشر في الوطن. اللي بقى مصر يبقى يقول المصر يصنفنا وحر. الوطن طلعت منشتات ضد ده وضد ده ومع ده ومع ده، اللي مصر برضه يشوف الزاويه اللي هو عايز يشوف منها هو حر. لكن احنا انا شخصيا بحاول الى حد ما الا في الحاجات المهنيه، ولما بكلم حد دايما اقول له كلمني في المهنه ما تكلمنيش في الانتماء. ما تفبركش مطلق الحريه يعني ما دام الخبر صحيح انا دافع عنه. الخبر غلط بقى سواء متفق مع ميولي مش متفق مع ميولي، دي قصه هو تانية. غلط هو غلط. هي يا دكتور محمود انا اتحدث الان عن المهنيه التي اجد بوضوح انها كادت تختفي في ليس فقط في الصحافه الرياضيه في مصر ولكن في الإعلام الرياضي بصفة عامة، لأنه على مدى الشهر الماضي هناك كوارث واجهتها المدنية ضربت المهنية في مقتل عندما تنشر صحيفة من المفروض أنها كبيرة. أنا لا أتحدث عن صحيفة بعينها لكن أنا أعتقد أنه هيوصل الاسم لأنه ده أنا ما أحبش أعمله، لكن أن صحيفة تنشر وتعيد النشر وتكرر خبر والخبر يثبت كذبه بدرجة 100% بعد 24 ساعة فلا تكلف نفسها عناء الاعتذار الاعتذار عن خطأ ثبتك كذبه أمام الملايين. أقول لاعب مصاب وده يختفي وتنقل الصحيفة عن آخرين وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ليس التابعة لمؤسسات محترمة أو مؤسسات كبيرة بل لبعض الأشخاص وبعض أنا آسف في اللي أنا أقوله المرتزقة في الإعلام الرياضي اللي بيستضيفوهم عشان يعملوا فقرات كوميدية يعني يتطوعوا ويقولوا ما لا يمكن قبوله ما لا يمكن قبوله. محدش بيقول لهم انتوا بتغلطوا بل
انه صحف تصف نفسها بالكبيرة المحترمة تقع في هذا الشرك وتعيد النشر وتعيد النشر اكثر. انا شفت خبر لمدة 3 أيام ورا بعض، وفي اليوم الرابع كان اللاعب الذي يتحدثون عن انه مصاب إصابة مزمنة ومحتاج 6 شهور كان في الملعب، في الملعب وكان كويس قوي قوي. بس متهيألي المدرب جنوب افريقيا هو اللي اتكلم عن الموضوع ده. لا لا لا، ليس مدرب جنوب افريقيا، ده هم قالوا انهم شافوا وان هو الراجل تعبان وان هو الراجل مصاب وان الجهاز الطبي بيقول لك محتاج 6 شهور. 6 أسابيع ولا 6 أشهر يعني. لا قال 6 شهور، ده عنده إصابة مزمنة ولم يعتذر احد. وترتب عليه ان اكتر من برنامج طلع هاجم النادي الاهلي. ايوه، وده في احدهم قال لك ده الاهلي يتهم بالاضرار بالمال العام. المهم يعني، فهي المهنيه دي اللي الحقيقه محتاجه مننا التركيز اكتر، وان احنا نشرح للناس اسس تعلمناها وعلمناها على مدى سنوات طويله، واذا بها اليوم في تنزوي شيئا فشيئا حتى اصبح التهريج هو العنصر الاكثر ظهورا على صفحات صحف ومواقع الكترونيه وايضا في برامج تلفزيونيه. استاذ حامد، هربت من هنا في رمضان، لكن لما ترجع باذن الله يكون لنا لقاء معك. دايما عندك وجهه نظر بتبقى عميقه وكويسه، فدخولك في اللحظه دي يعني تقلنا الليله يعني. لا طبعا استاذ حامد، اضافه كبيره طبعا. لا ان شاء الله. ومره ثانيه انا برحب جدا وبعتذر عن عدم وجودي لكي اكون موجودا بكياني الواقعي معكم في استوديو قناه الاهلي، ونحن نحاور هذا الصحفي وهذا السياسي وهذا العاشق الاهلاوي الجميل. الله يخليك، الله يخليك. شاكرين جدا استاذ حامد، وكل سنه وانت طيب. الصحفي الكبير الاستاذ حامد عز الدين، شكرا ليك. انا عايز يعني نبقى بنتكلم في حاجات غير تقليديه. طب انا هاخد من زاويه خبرات حضرتك ومسؤولياتك ايضا. انت مسؤول عن ملف الثقافه والاثار والسياحه. وهي كلها يعني مسائل مرتبطة بالذات السياحة والأثار طبعا. هل ترى أن احنا في مصر يعني نتصنف ازاي في السياحة الرياضية؟ طبعا يعني خلينا نقول ونتذكر بالخير الأستاذنا الأستاذ إبراهيم حجازي اللي عمل بطولة الاسكواش العالمية في الغردقة وكبيرة. نتذكر بالخير بعض البطولات اللي بتقدر يعني تجذب ناس ونتكلم على وتيجي لمصر. لكن ما اقدرش اقول ان موضوع السياحة الرياضية في مصر وخاصة في السنين الأخيرة من بعد 2010 يعني بيحظى بالاولويه طبعا لاسباب كثيره، لعلها الفترات اللي ما كانش فيه استقرار الفترات، باستثناء السنه الماضيه لما الدوله قررت تستضيف بعض بطولات العالم او البطولات الاقليميه يعني اللي اعتذر عنها الناس عشان الكورونا. عملت رواج يعني. حضرتك لو تفتكر احنا شفنا جمهور بالمراسل ما كنتش مصدق ان هو مالي نص الملعب اكتر من نص الملعب في ابو ظبي. يعني ناس جايه من البرازيل مخصوص، هي دي السياحه الرياضيه عشان تشجع. هي دي السياحه الرياضيه يعني انا مثلا توقعت ان ده مثلا في الهلال السعودي كان جماهير قليلين. يعني ده اللي توقعت ان ممكن تبقى الجماهير كتيره. لكن بالمراسل وكنا بننزل كل شوارع ابو ظبي بنلاقيهم يعني كلهم بيقول لي انا بصيت قلت وير از ماي بيبول. ايوه كان كتير. فاحنا محتاجين الـ 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 الحاجات دي اللي هو يعني ان جينا عدد كبير من الناس. لان ما زال رايي ان انا لسه بتذكر كنت اشتغلت في مجله اسمها ايجي توت مع الاستاذ محمود معروف، كان بيطلعها هيئه الاستعلامات، كنت انا مدير تحرير وهو طبعا كان رئيس تحرير. فكان بطلعت الاستعلامات في سنه 97 في بطوله كاس العالم للناشئين، الجيل اللي هو بتاع محمد ابو العيله واحمد بلال وكان الله يرحمه احمد اكرامي فكان ساعتها رونالدينهو. ايوه، وقلت ان كان مصر يجب تستثمر رونالدينهو. يعني انا شخصيا اتصورت معاه ساعتها وبتاع. لكن قلت ده هيبقى ده احسن لاعب في البرازيل واحسن واحد في البطوله بعد سنتين ثلاثه، هيبقى احسن لاعب في العالم. ده جاي ممكن ما حصلش برضو الاستثمار بالشكل. هل الاستثمار
للحدث يبقى انطلاقا من الداخل، ولا ممكن واحنا بنستضيف حدث زي ده يبقى لنا مكاتب في السفارات للترويج للسياحه ونجيب الناس من منابع المشتركات؟ لان الكوره انا اتصور ده اللي حصل في الميراث. يعني الكوره ليها سحر يا باشمهندس، وانت يعني اكتر خبره مننا في الموضوع ده. الكوره ليها سحر، الكوره هي اللي الناس بقول لحضرتك احنا قاعدين تروح لها بالظبط. ناس يجوا من البرازيل بالاعداد دي كلها، طب احنا اللي رايحين من مصر واخد بالك يعني برضه في النزاع اعتمدنا على الجاليه اللي هناك. لا وابو ظبي في النهايه قريبه، لكن اللي جاي من البرازيل في عز كورونا ده حاجه كانت مذهله عشان يعمل حاجه يعني ده انا حتى كنت بقول كام طياره، قالوا لي 74 طياره. نزلوا امتى وشفنا ساعتها لو تفتكروا قابلنا برضه اللاعب البرازيلي الاشهر ببيتو. المهم يعني في النهايه الكوره ليها سحر يتجاوز اي سحر ويخرج عن القواعد. يعني انت بتشوف الناس هناك مثلا في ليفربول او في انجلترا ازاي مجانين. انا احكي لك حكايه لطيفه كده، من سنتين كنا في الاقصر مع اولادي وبعدين وراجعين، فالولد ابن صغير لضم مع ولد تاني الماني. فالمهم مامته بتقول له اتصاحبوا بتاع، فبنكلم مامته وبتاع، فراح موري لها صوره، يعني ابني موري لها صورته على الواتس مع محمد صلاح، لقيت مشاعر اختلفت، فتقول لي ابنها مهمد وزبو صلاح وزبو، يعني فخوره جدا يعني مبسوطه جدا ان في طفل صار مع مو صلاح دي. يعني الكلام ده من سنتين، كان لسه كمان صلاح كمان يعني تالق اكتر بعديه. فمتخيل انت اثنين من جنسيتين مختلفتين، واحدة سيدة لقطة كورة والناس عندها شغف. انا هنقل لحاجة اوسع شوية. هو احنا ليه ما يعني ليه ما بيبقاش عندنا فرق من انحاء العالم تيجي تعسكر في مصر في الشتاء اثناء فترات التوقف عندهم؟ هو حصل طبعا، حصل الفترة اللي فاتت. يعني احنا شفنا اكتر من لعيب دولي جه، ميسي وغيره، يعني جم عملوا زيارات خاطفة كده. لكن انا معاك طبعا احنا ممكن يبقى في عروض يعني المؤسسات يعني الفنادق يا اخي ابعت حد وجيب فرقه عندك ان شاء الله تستضيفها على حسابك. اول مره احنا لسه قريب كان في نجوم اعتقد بشكل شخصي كانوا موجودين في الغردقه، مش فاكر مين من نجوم اوروبا كان موجود في الغردقه، متهيألي حارس مرمى او لعيب مهم، كان قريب من شهرين ثلاثه كده كان في الغردقه. وجي قال لك انا هاجي تاني وهاجي تاني، وبيعملوا على السوشيال وبيعملوا دعايه كويسه. مش محتاجه الخطه دي يا ريس؟ محتاجه طبعا خطه، وممكن الدنيا لما تستقر بس والجماهير. انا هفتكر يا ابراهيم انا وانا صغير في مرحله الشباب يعني قوي المبكر يعني، كنت بطوله التنس في نادي الجزيره، انا اتفرجت على دروب، مش دروبني، لا ما لحقش دروبني، هود، رود ليفر، اسماعيل الشافعي طبعا، والتالق هيجو راس، مش عارف ايه اللي هم ابطال العالم كانوا بيلعبوا في البطوله دي في مصر. ايه مشكلتنا ان احنا ننظم بطوله في التنس زي دي ونخلي نادي الجزيره ونساعده؟ لا، وعايز اقول لك ان حتى مشاهدات التنس في فتره من الفترات كانت نسبه كبيره من المصريين بيتابعوها، يعني ما عشان كده عشان الشغف ده كان في شغف بالتنس. انا متهيألي قل، يعني زي مثلا السله كانت ممكن من 20 30 سنه كانت بتتشاف اكتر من دلوقتي، لحل دلوقتي ما تروح على اليد. اليد لان برضه السله كانت بتجيب فرق عالميه. انت انا شفت بوستن سليتك بتاع محمد صلاح. انت شايف ان احنا التسويق السياحي الرياضي بتاعنا مقصر شويه في حته الاستفاده من نموذج صلاح؟ يعني صحفي سعودي جه قال لي مره، قال لي انا نزلت القاهره وكنت متخيل ان انا هلاقي صور صلاح في كل مكان، ما لقيتلوش صوره واحده. هل ده تقصير فعلا؟ يعني ما اكيد صلاح برضه عنده يعني عشان تنزل صوره اعتقد ما بقتش عمليه سهله. انت حطيت صورته على الطياره؟ في الطياره يعني كانت فيها يعني مشكله يعني علشان لا يعني احنا نستثمره هناك مش هنا يا استاذ ابراهيم، هنا الناس بتحبه. لكن هو صلاح، لكن صلاح انت لو صلاح يعني اكتر من حمله الترويج، زوروا مصر او اعملوا كده. واحنا شفنا حتى الرئيس حمله المخدرات وقال الراجل ما بيتاخرش عن حاجه. هو بصراحه صلاح نموذج وطني ملهم ونموذج فعلا لاي شاب اشتغل على نفسه ونجح. وممكن من المزايا اللي فيه ان هو ما طلعش من الاهلي ولا من الزمالك، هو جه من مقاولين فما مرش بتجارب الشعبيه والجماهيريه.
واشتغل على نفسه كويس قوي واتطور قوي وكل شويه بيتطور. وخد الجماهير دي كلها دلوقتي. خد الجماهير دي كلها دلوقتي يعني. دلوقتي طبعا مصر كلها بتعشق صلاح. الناس ممكن تبقى زعلانه شويه عشان ماتشين السنغال، لكن في النهايه عشان هو لعيب. دي النقطه اللي كنت بتكلم حجم التوقعات اللي حذفناها عليه ظالمه. هو برضه انا تقديري ان هو برضه في فتره صعبه يعني، هو فتره بيجدد مع ليفربول ممكن يكون ده العقد الاخير. هو ممكن يكون درجه اندماجه مع اللعيبه مش بالدرجه الكافيه، التقديم عليه ممكن مش بالدرجه. خلي بالك احنا طول الوقت بنلعب وفاقدين رقم 10، ما عندناش طريقه اللعبه ضرته جامد. وهو رقم 10 ده اللي هيموله يعني، اللي هيموله يعني. انت عندك رقم 10 او كلام بقى في الكوره ده. هو مين اللي هيدي صلاح؟ للباك اليمين، للراجل بتاع نص الملعب، لرقم 10. فالباك اليمين مع احترامي للناس كلها في النهايه كلهم بدائل، بدلاء يعني. لا ومتحجمين بحكم المسؤوليه طريقه اللعب. والنني كان مستوى وحش جدا، فما كانش برضه بيمول كويس. وقفشه مبعد وصانع لعب، ما فيش صانع لعب، ما فيش رقم 10، ما فيش رقم 10. مين كان بيلعب رقم 10؟ هو كان بيقعد يزق اي حد. كل دي اسباب لازم تخلينا نجدد لكروش على فكره. لا دي اسباب يخلينا لا يعني، انت عندك فعلا عندك مشكله في رقم 10. انا رايي ان ممكن احمد بدر، امبارح كان موسيماني بيعمل ده، بيبدل بينه وبين قفشه في رقم 10 يعني، بيخش. ما هو رقم 10 ده انت لو جبت مين بطريقه لعبنا دي مش هتروح له كوره الا اذا كنت عايز بقى تلعب على هجمه مرتده، يبقى محتاج لنوعيه جديده من رقم 10 زي محمد شريف. السرعه والبتاع. احنا بص، احنا استسلمنا وسلمنا له قدرنا ومصيرنا الى درجه تشبه ال 100%. درجه كلنا قلنا له والله لو وصلتنا لنطلع يعني، نعتذر لك كلنا. هو برضه خلي بالك الراجل كلوب بتاع ليفربول قال كلام برضه، قال لك يعني مصر بس حظها وحش، يعني مصر ممكن حظها وحش فعلا ان هي وقعت قدام السنغال. لان هو احنا لو كنا جبنا الجولين في الاثنين بينالتي بتاع محمد صلاح وزيزو، احسن اثنين عندنا بيشوطوا هم اللي ضيعهم اول وثاني ضربه. عايز اقول لك الناس لو كنا جبناهم كان كلامنا كله اتغير، لان كنا هنخش احنا أكيد بقى. طبعا اكيد طبعا أكيد. انت حصل لك اللي انت بتتمناه اكيد. لا ان ضيعوا ضربتين. بص 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 هو 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 عشان كده ممكن الناس كانت بتلوم على صلاح ان هو كان المفروض يقف لما الليزر بس هو طبعا كان مستعجل لان كان في ضرب جزاء رايحه، فعنده فرصه يقف ليه لو حطها هيخلص. الناس طبعا بتلوم على كروش انه جاب صلاح في الاول. انا مثلا من كده لما اخروا ما وصلوش في الناس. ايوه ما وصلوش. انا ما كنت شايف يعني شايف ان انت ما ينفعش تاخر لعيب مهم زي صلاح للاخر ويحصل زي الماتش بتاع كاس الامم، ما يوصلوش اللعب فتبقى خاسر لعيب مهم. لكن انا كنت مع البدايه بزيزو، وزيزو ده غريبه جدا، ده ما فيش بيلي اتفلت غير دماغه، ده هداف الدوري بضربات الجزاء. هقول لك ليه. لان زيزو بيشوط بطريقه معينه، يا في اليمين في الشمال، بس ايه في التلت الفوقاني. هو قال لك زي ما انا دارس جون السنغال مندي، اسمه مندي. هو كمان مؤكد دارسني. حب يغير. هي دي اللخبطه، انك انت تبقى راسم سيناريوهات وتختار حاجه مش متعود عليها. انا سمعتك وانت بتقول ان 90% لو اللاعب غير 90% بتطلع الكره بره. ما هو هو غير قناعاته يعني دايما بيثبت اللعيب، بيثبت بيعمل. ما هو بيلعب يا في اليمين يا في الشمال بس بنفس الطريقه. حتى لما جه مصطفى محمد يلعبها في النص ومدحت شاري بيقول له شوت جامد وبس. هو لا ما فيش شوت جامد وبس، شاطه جامد وبس في الارض. شوت جامد مع ان هي نفس الكوره اللي حطها ماني بس حطها فوق شويه. لا لا شوت جامد وبس، شوت جامد وبس في وش الجون هيمسكها. لا لا شوت جامد وبس دي ما فيش. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نتواصل مع الدكتور محمود مسلم. اهلا بحضراتكم جديد، متواصلين ومعانا الدكتور محمود مسلم. دكتور محمود، كنا بنتكلم قبل الفاصل على مشاكل الكوره وبعض الافكار الاصلاحيه. انت شايف المساله ممكن تمشي ازاي؟ انا شايف بس احنا كل مره بنخسر بطوله بنطلع نعيد نفس الافكار وبنعيد نفس الكلام ونقعد يعني نبكي على اللبن المسكوب ونرجع نعيد وشالوا قلدوا وجابوا شاهين كده نفس القصه. فرايي احنا نتوسم في الدكتور جمال رئيس اتحاد الكوره، وهو راجل يعني استاذ وراجل علمي. جمال علام. دكتور جمال علام. يبقى في بس دراسه ويبقى في لجنه تراجع برضه. الناس هتقول لك مليان. لا يعني لجنه بقى من بره الاتحاد. جمال علام صعيدي برضه.
لا 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 راجل على خير. لا يعني هو راجل استاذ في الجامعه ففاهم يعني ايه حاجه علميه. طيب ده صعيد وده صعيدي. معنا على الهاتف صعيدي اخر، الصديق العزيز والكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا استاذ عماد. مساء الخير يا ابراهيم، ومساء الخير على سياده النائب الصديق العزيز دكتور محمود السلام. اهلا بيك يا استاذ عماد. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. يا اهلا 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 يا باشمهندس، تحياتي ليكم كل سنه وانتم طيبين. انا لسه كنت بقول للدكتور محمود ابراهيم قاعد في ملقف صعيدي. اسيوط وسوهاج. ايوه. فحبينا نضغط عليه بالثلاثه. وانا بعتز بهذا جدا، لان الحقيقه كل الناس نماذج محترمه وراقيه، لكن يعني اشترك معانا كده في الحوار. احنا عمالين نتكلم على الكره المصريه واصلاح الكره المصريه والشان الكروي، واذا كان عندك اي حاجه عايز. زمالك بيشجع اليد بطل يشجع الكوره. مين بيشجع يد بطل يشجع الكوره؟ عشان زملكاوي. يا استاذ محمود بشجع القدم وبشجع الفريق بطل الدوري الاهلي الاخر دول الدوري. طيب يعني كل خمس ست سنين هتشجع؟ ما ماشي، وبعد كده تقلب على لعبه فرديه. خلينا في الحاضر نحن ابطال الدوري لحد هذه. مؤكد. ما هو الاستاذ محمود هيقول لك هو بطل افريقيا اللي انت ما توعاش على اخر لقب انت خدته. كان بيناقشني واحنا في كاس العالم للانديه يقول لي يعني حد يضيع وقته ويروح بتاع. قلت له انتوا مالكم، انتوا ايش عرفك انت الكلام ده؟ دي بطوله حاجات انتوا ما تعرفوهاش. انا مش هرد على هذه المغالطات ونتكلم عن المنتخب احسن. طيب ايوه المنتخب. قول لي، كنت بكلم الدكتور محمود في حته المشاكل الكوره دلوقتي، وكل اللي بيتردد عن فكره اصلاح الكوره، انت كان ليك مقاله الحقيقه موضوعيه جدا. هل فعلا كنا نستحق نعدي على حساب السنغال؟ انت رؤيتك الموضوعيه ايه فيها؟ اولا انا متفق، يعني انا سمعت جزء من الكلام اللي قاله محمود شويه، وفيها جزء صحيح ان احنا مش معقول كل ما نتغلب ماتش نغير الدنيا ونعيد تكرار نفس الكلام. في جزء شكلي او جزء مؤقت وجزء يعني دائم وجزء استراتيجي. الجزء الدائم هو ان احنا عندنا عيوب خلقيه متعلقه ببنيه الرياضه في مصر. انت ما عندكش منظومه كبيره، ما عندكش قاعده ملاعب كثيره، ما عندكش رياضه في المدارس، ما عندكش ساحات لعب كثيره للناس. فكل ده اللي انت ما بتفرغش عدد كبير رغم ان انت عندك مواهب كثيره جدا في مصر. فبالتالي علينا ان احنا نعتمد على جزء متعلق بالمدى البعيد، وهو ان يبقى انت عندك قاعده عامه كثيره جدا بتطلع وتفرغ لاعبين وتنم واحد نمره اثنين، يبقى عندك ادارات جيده. واتمنى حقيقه رغم ان انا زملكاوي، لكن طول الوقت بقول ان الاهلي يتميز باداره مستقره تلعب دور مهم جدا في ان هو بيفوز وبيحصد بطولات كثيره بسبب الاستقرار الاداري. في جزء وقت يا عماد باشا والنبي ما تحدفليش كلمه كده في النص، وكان الاستقرار وكل حاجه، الاستقرار واستقرار مؤسسي مش في الافراد، انك يبقى عندك نظام مؤسسي. فهنقعد نقول الاستقرار، على فكره المريض بيبقى في حاله استقرار وهو مغمى عليه، فالبقاء على حاله مستقره في هذه الحاله مش صح. هو الاساس ان يكون في عمل مؤسسي. يا كلمه الاستقرار ما اقصده بيها يا باشمهندس عدلي هي ان يبقى في مؤسسه شغاله مش افراد. ايوه كده، يعني هذا مقصوده هو عموما. يعني انا معاك. بالتالي الاهلي يتميز بهذه الميزه. ففي جزء زي ما احنا اتكلمنا متعلق بالتخطيط على المدى الطويل، وده بيحتاج جهد وعمل واصلاح الاخطاء القاتله، وان احنا نشتغل صح وما نغيرش كل لحظه. وفي جزء ثاني اللي هو الجزء الوقتي، انه هل المشكله في كيروش ولا مشكله في مدرب ولا اسم ولا لعيبه. احنا للامانه يعني من يراقب الثلاث ماتشات اللي احنا لعبناهم قدام السنغال، احنا كان ادائنا يعني الناس اجتهدت في اطار امكانياتها، لكن ما عندهاش اكثر من كده. مستوانا سيء، مستوانا يعني ايضا عشان ما حدش يفهمني غلط، كان في ارهاب وفي شحن معنوي وفي اخطاء كثيره وربما الحكم يكون ارتكب. لكن هل لو احنا كنا جبنا جون وفزنا او وفقنا في ضربه جزاء كنا هنتكلم عن كل ده؟ اظن لا. فبالتالي في عندنا مشكله لابد ان احنا ناخد بالنا منها، ان احنا نصلح اصلاح حقيقي. وبالمناسبه دي مش مشكله الرياضه، ما ده موجود اللي بنقوله على التعليم واللي بنقوله على الصحه، احنا بنكرره بنفس الطريقه عن على الرياضه. وبالتالي علينا ان احنا مره ثانيه يعني اقدر حاله الغضب والحزن والحاجات زي كده، بس عايزين نجرب ان احنا نطلع تصريح بجد من القاعده من تحت.
نشوف الاخطاء اللي احنا بنوع منها ايه. احنا شفنا يعني باثر رجعي لما كان في فريق الاهلي قوي جدا في الفتره بتاعه 2005 2010، هو كان العماد الاساسي للفريق القومي اللي كان بيكون بثلاث بطولات افريقيه متتاليه. فده جزء يعني في حاجات واضحه، عشان ما نكررش ونضحك على الناس ونقول لهم حاجات واحيانا قد يشبه ان احنا بنصبرهم والماتش هيتعاد والماتش مش هيتعاد، يعني نتمنى طبعا يتعاد وناخد حقنا، بس دي مش دي القضيه اللي احنا بنعاني منها. احنا بنعاني من مشكله هيكليه تتعلق بحاجات متراكمه جدا جدا جدا. وكل سنه وانتم طيبين وتحياتي. يا حبيبي دائما بنسعد بيك والله يا استاذ عماد. الله يخليك، يعني انا طبعا بحبكم انتوا الثلاثه حبه حقيقيه، بس بختلف معاكم اهلاويه. ما هو ده جمالنا في الخلاف اللي هو فيه حب يعني. ربنا يسعدكم يا رب دايما ويسعد كل المصريين. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الاستاذ عماد الدين حسين. برضه نفس الرؤيه انك انت لو عايز اصلاح يكون اصلاح شامل. انا تقدير ان لازم يعني عندنا خبراء كتير، خبراء حقيقيين بقى في الاصل. الكوره كمان ما بقتش مهاره وتدريب بس، الكوره بقت تسويق وبقت حاجات كتيره يعني ليها علاقه بالكوره. المفردات التعامل النفسي مع الافراد بقت نفسي وبقت طبي. احنا صحيح. الاهلي بقى له كام سنه بيشتكي من اصابات كتير وملاعب وجماهير، وزي ما بقول لك يعني الكوره بقت منظومه كبيره وصناعه كبيره وصناعه فيها اموال كتير كمان. أيوه. فمحتاجه ان خبراء في كل المجالات دي يجتمعوا ويحددوا بقى يشوفوا هنعمل ايه. لكن فكره نغضب شويه، وذات ان احنا خلاص احنا ما عندناش ماتشات ونحدف على مدرب او نعول على مدرب. لا احنا كمان ما عندناش ماتشات يعني مهمه الفتره الجايه، يعني احنا من دلوقتي ممكن اول ماتش ممكن يكون عندنا 3 4 شهر 6 شهر 6 فعندك فرصه ماتشات في تصفيات كاس الامم. يعني برضو هتبقى ماتشات خفيفه مش بطولة. فعندك فرصة الناس تجتمع والناس تقرر وناس وزي ما بقولك يعني فرصة. الدكتور جمال علام ده راجل أستاذ جامعة فيقدر يعني يقود هذا العمل ويبقى قدم شيء حقيقي أنا التقيت يعني لو عملت منظومة. بما أنك ذكرت حضرتك دكتور جمال علام، لكن أنا برضو يعني كنت حابب فكرة أقرب شوية من فكرة الرابطه، رابطه الانديه بتاعه الدوري الممتاز. فسعيت ان انا التقي بالاستاذ احمد دياب والتقيته واتكلمت معاه وتحاورت معاه، ويعني لقيت راجل عنده نضج، عنده رؤيه كرويه هايله. واعترف ان من الاخطاء اللي لو كان الزمن يرجع بيه، بس ما كانش وقتها مهيئ او ناس تعرفه انه ياخد القرار الصعب، انه بدل ما كان يسال الناس شكل الدوري ايه، كان خد هو القرار ان الدوري يبقى استثنائي عشان نقدر نصلح بيه توقيتاتنا وتوقفاتنا وفتره الراحه. كانت فرصه ذهبيه السنه دي يتعمل ده. ما انت في النهايه عندك ضغوط، ما وده اللي هينزل مش عايز ينزل واللي هيطلع عايز يطلع. لا يعني ما في النهايه لو سالت، وبعدين بقى بنخش في حسابات انتخابات. انت بقى لو دخلت في الديليما دي وخدت راي الناس، كل واحد هيقول لك النظام اللي متفصل على حالته. احنا عايزين نظام فوقي، خبراء حقيقيين مجردين عن الهوى يفرضوا رؤيه. يبقى انت، ما انا بقول لك هو يا مصر نجحت امتى؟ مش مصر نجحت لما الجوهري كان عنده رؤيه وفرضها على اتحاد الكوره؟ مصر نجحت لما كان حسن شحاته عنده رؤيه وقدر يجمع الناس حواليه ونجح مره واثنين وثلاثه. ف يعني زي ما احنا قلنا مثلا سميث كان في 86، لكن غير كده ما كانش فيه نجاحات كبيره. لازم يحصل ده، لان فعلا الناس زي ما اقول لك الكوره بقت صناعه كبيره وما بقتش مرتبط مودي الناس بيها، عمل سياسي في المقام الاول لانه لا ينبغي يعني اقحام السياسه فيه، ولكن القعده الحلوه الوقت عمليه وليه ده بقى دقيقه. انا مش متخيل. لا مزاج الناس، مزاج الناس في الكوره. احنا لسه بنتكلم بنقول الناس ممكن تسيب شغلها وتروح الكوره، الناس بتاخد ولادها وتروح الكوره، الناس بتفرح في الكوره. يعني من انا شخصيا من اكتر الحاجات اللي تسعدني طبعا المنتخب طبعا من الدرجه الاولى،
والاهلي، واخد بالك؟ يعني دي من الحاجات اللي تخلي الواحد يعني ايه يفصل شويه ويتبسط، واخد بالك؟ ان شاء الله ننبسط. فكمان التحدي الكبير ان انت تحولها طول الوقت متعه، ما تحولهاش لتوتر وشده او حتى البعض اللي بيستغلها سياسيا او غير كده، يعني ده مش لطيف. يعني هيسلفونا خمس دقائق عشان نقدر نكمل كلامك الجميل ده. لكن كلامك ده بقى ده اللي انا عايز اقوله او امن عليه، ان احنا ما نوترش بعض. ايه التحفيل والشغل البلدي والمعايرات؟ لا، وبعدين حضرتك على حاجه، انت كمان الكوره بالنسبه للاعب النشئ الصغير، اولا بتعوده على فريق جماعي، بتعوده على الانتماء، بتعوده على روح الجماعه. انا خليني افتكر بالخير، جه على بالي كابتن احمد الجيزي، ده كان لاعب الزمالك في الطايره وكان مدرب وكان في بورسعيد. فلما كنت بروح النادي بورسعيد فكان دايما يقعد معايا الله يرحمه، فقال لي انا ايام الاخوان بمناسبه الاختيار، يعني قال لي انا كنت قاعد في مكتبي وابكي، وبعدين زعلت من نفسي ازاي انا يعني بالبتاع. فراجل طبعا بورسعيديه عندهم وطنيه شديده. فقال لي مثلا جيت مره كان جاي له الدكتور عمرو ابو المجد، فقال لي انا سالت الدكتور عمرو ابو المجد، طبعا يسامحوني يعني اللي انا بحكي، فقال له انا برضو كنت بعمل كده، كنت قاعد وابكي ايام بحس البلد بتضيع. فلما سالت الكابتن احمد الجيزي يعني ازاي وصل لكده، غير ان هو بورسعيدي وبورسعيد دول يعني معقل الوطنيه، لكن قال لي انا كنت لاعب ولعب في المنتخب، وبعدين كابتن زمالك، كابتن منتخب ومدرب زمالك ومدرب منتخب. قال لي فياما العلم اترفع وياما غنينا النشيد، فده كله بيعمق الانتماء عند الناس. هو الشباب الصغيرين والكبار دول بيعرفوا الانتماء من ايه. انت بتشوف اللعيبه احيانا اللعيبه تلاقيها بتدمع والنشيد الوطني بجلاله. لا، المصري ما تحطه طبعا امام مسؤوليته. فالكوره مش قصه كمان، يعني الكوره تعزز الوطنيه وتؤجج المشاعر الوطنيه طبعا. يعني انا احكي لك عن واقع حد قريب مني مثلا، كان مره رايحين ماتش وبنجيب اعلام، فصغير فقال لي يعني ليه اعلام وليه بتاع، خد بالك؟ قلت له احنا بنروح وبنشجع وبتاع. فلما اللي بيقول لي ده قبليها مثلا بساعه فين اعلام، بعد ساعة في الماتش بيدور على العلم وماسك علم يعني خلاص. يعني تفاعل. هو ده اللي المفروض نفهمه بقى، لازم نفهمه ان دي حاجة مش مجرد ان انت يعني الناس بتلعب كورة. كورة طريق فعلا للانتماء، كورة طريق انك تلعب في تيم، تلعب كفريق. وعشان كده دايما احنا نقول المصريين ينجحوا في الألعاب الفردية، ممكن في التيم وورك بيبقى عندهم مشاكل دايما، مش في الكوره بس، في كل حاجه، عشان مفيش تعزيز لفكره فلازم. فدي كوره، دي كوره اللي بينفرد بيها النادي الاهلي بقى. الكوره كمان عندك نماذج، عندك نماذج في الاحترام، عندك نماذج في واحد زي صلاح، الناس تشوف الناس اشتغلت عليه ازاي، اشتغل على نفسه ازاي وعيلي ازاي. غير صلاح عندك نجوم في مصر كتير جدا قبلوا التحدي وغيروا. كل نموذج ناجح ده مشروع، ده يدرس. والكوره الوحيده كمان في الفئات الوحيده اللي كنت بتكلم من شويه اللي ولا فيها وسط. يعني حد زميلي بيكلمنا عن ابنه في حاجات سنيه، يعني في الناشئين لسه، فبيقول لي، قلت له اول ما يطلع الفريق الاول ما فيش. طب احكي لي على ابنك بقى. بيلعب لعب الكوره. ابنه اهلاوي ايه؟ بيحب الاهلي. ويروح دايما معايا، باخده معايا دايما الاستاد. ويروح يتصور مع الكؤوس في النادي ويخش عدي اخواتي زركاويه، فيخش يعني يرازيهم ويقول له بتاع مش عارف انتوا ما عندكمش الكلام ده، انتوا عندكم فين؟ انتوا الدولاب بتاعكم فاضي وبتاع كده. وكان بيقعد فتره يتدرب في الاكاديميه. دي من الحاجات برضو، ما كانش هو متفاعل شويه، فلما بدا يلعب بقى عنده اصحابه، وعنده كمان الولاد صغيرين ما بقاش عندهم يعني مزاجهم مش زينا، يعني ما تلاقيش واحد عنده حماس لحاجه كده، تلاقيه بيتعاملوا مع الدنيا فتره. فالكوره غيرت شخصيته ونضجت شخصيته، خليته بقى عنده حماس لحاجه. ويعني فاكر مره انا مثلا كنا من الاهلي بيلعب سموحه، كان ايام فايلر. مامته كلمتني قالت لي الولد متعصب، انا افتكرت في مصيبه خير، الولد متعصب وبتاع، وانت علمته الكوره وعلمته بتاع مش. فالمهم خير يا عم، في قال لي المدرب المفروض يعمل كذا ويغير كذا ويعمل كذا. كان الاتحاد كسبان 1-0، فاكر يا سموحه باين ولا الاتحاد كسبان 1-0، بعديها اتعادل فكلمني فرديت عليه
تقول لي انت بترد عليه تاني، فبرد عليه ايه عم، قال لي هو شفت لما عمل التغييرات جابنا جون وان شاء الله نجيب جون تاني. احنا ونقترب من نهايه الحلقه استاذ عماد اوحى ليا بشيء كان كنت بكلم فيه انا وابراهيم، وهسمح لك تسرد لنا، لانه قال ايه؟ ان احنا نتيجه الاهلي والعمل المؤسسي في الاهلي من 2005 استطاع المنتخب يكسب 3 بطولات افريقيا، ده هو اللي قال. فانت كنت بتستعرض معايا ايه عشان نقفل بخمسه اهلي بقى؟ في دايما وابدا يا دكتور محمود ارتباط شرطي بين حاله الاهلي والمنتخب، ومش محتاجه مقاوحه من البعض، لان انت بدايه بطولات المنتخب 57 و59 كاس الامم دي الفتره اللي الاهلي كان واخد فيها 9 دوري. يعني كل تجربه الاهلي بيبنيها حتى في منتصف الثمانينات هيقول لك المفارقه، الاهلي بطل افريقيا وبطل الدوري، منتخب مصر ياخد كاس الامم 86، الاهلي ياخد بطوله افريقيا وياخد بطوله الدوري، منتخب مصر ياخد كاس الامم 98، مانويل جوزيه يعمل الجيل بتاع الذهب الكتير في بدايه الالفيه، تلاقي الاهلي جنبا الى جنب المنتخب ياخد الثلاثه كاس الامم. ما في مرة المنتخب بطل إلا والأهلي بطل. أنا عايز برضه أربطها كمان بحالة التناغم بين الفرق الكبيرة في الوقت ده. يعني شوف مثلا جيل 86 وإحنا ما زلنا نتذكر، وانبسطت إني شفت على القناة مع الدكتور مصطفى عبده والدكتور علي شحاتة والفريق وشفنا لسه أشرف قاسم كان مع زميلنا أحمد الخطيب في برنامجه بيتكلموا على زيارة الكابتن الخطيب ليه، كابتن محمود الخطيب ليه وهم حاجات حلوة. شوف برضو الجيل اللي هو 2005 و2010 وحالات التناغم بين اللعيبة، الإعلام كان تتعانق وما كانش فيه حساسية، وكانت الجماهير بتروح مع بعض وكانت الدنيا بتروح معاك. طبعا إن يعني انا دايما اعتبر ان جوزيه شريك رئيسي في البطولات اللي حصل عليها، وهو ده منطقي لان انت بتقدم افراد بروح يعني بشخصيه بطل. والله يا استاذ ابراهيم الروح دي هتيجي مفيش مصري شخصيه البطل بس هو برضو دايما اقول المنتخب ما بينجحش بنجم، المنتخب بنظام بالحاله عنده حاله نظام. يعني بيبقى في لعيبه تقال بس بيبقى في كل المراكز عندك لعيبه تقيله وكويسه وفي حاله تناغم روحي. يعني مثلا ما تقدرش تقول ان في لعيب معين في الجيل اللي من 2006 ل 2010 ده هو سبب المكاسب، لكن تقدر تقول ان عمرو زكي كان سبب، جده كان سبب، ابو تريكه كان سبب، بركات كان سبب، الحضري طبعا، وائل جمعه، يعني التركيبه حسني تقول حسني عبد ربه، زيدان تروح فين ولا فين؟ لكن عماد متعب طبعا. ما تقدرش تقول ان في واحد، يعني لو احنا قعدنا دلوقتي احنا الثلاثه قلنا مين احسن لعيب هنختلف، لان كان في كتير. ايوه في 86 نفس القصه، كان موجود الكابتن الخطيب، الكابتن طرب زيت، ثابت البطل الله يرحمه، كابتن مصطفى عبده، شوقي غريب، شوقي غريب واشرف قاسم، جمال عبد الحميد، ثابت البطل الله يرحمه. الحاله يعني الجماعيه يعني اقصد الحاله ما كانتش حاله بتاع في 90 برضه كان حسام حسن وكان ابراهيم حسن والشاميه كان واحمد والكاس. رمزي والكاس وكانت وشوبير ويعني اسماعيل يوسف ومجدي عبد الغني عشان ما يزعلش اسماعيل يوسف، فكانت حالة تناغم ما تحسش ان لعيبة الناس دلوقتي. الفيديوهات اللي بتيجي لما كان الكابتن الخطيب لابس الفانيلا البيضة والكابتن حسن شحاتة لابس الفانيلا الحمراء وبيجي دلوقتي الناس ما بتصدقش ان ده كان ممكن يبقى موجود في الوقت ده، مع ان ساعتها ما كانش برضو يعني ما كانش في كلام، ما حدش يسمع حاجة عن التنمر، حاجة كانت الحاجات دي عادية. لكن لا، يا ريت الاجواء دي. والغريب ان تلاقي ممكن تلاقي اللعيبة علاقتها كويسة ولكن الجماهير طول الوقت والسوشيال ميديا شحنه الامور، هي السوشيال ميديا مشحونه برضو بفعل حاجات تانية. يعني المناخ نفسه ما هوش نقي. واحيانا برضو اللعيبه ذات اللعيبه الصغيره يعني بتبقى خبرتها قليله بتساعد على التوتر، واحيانا اللعيبه بتبقى برضو مبطله فبتبقى يعني بتحس ان هي يعني انا ما عجبنيش كارترون
في أدائه لما جه مع الزمالك بقى يلعب على نغمة الجماهير مع انه لما راح في بين سبورت قال كلام تاني خالص وهو اصلا قبل ما يروح تجرد من العلاقة قبل ما يرجع المرة الثانية قبل ما يرجع المرة الثانية كان قايل كلام تاني خالص فهم برضو بيجوا بدون اللي احنا عايزين نسمعه يعني بيقول لك بيفصل حسب الحالة والوقت يعني ما كانش يجب ان هو يلعب بقى على نغمة دغدغة مشاعر الجماهير وبتاع ومش عارف ايه يعني انا لاسارتي مثلا لما جه ما عجبنيش وكان الاستاذ ايهاب الخطيب رايه كده ليه بقى لانه اول ما جه بقى يبوس السلسله وبتاع يقول ده مش شغل اجانب واخد بالك ده مش شغل اجانب درسنا أجانب. كويس درسنا كويس ده مش شغل اجانب شغل اجانب احنا شفنا ايدوكوتي شفنا فايسا شفنا مانويل جوزيه كانوا متفرغين لشغلهم بس وشفنا حتى الجيل اللي هو هولمان ومش عارفه وهاريس وبتاع كام واحد كده جم برده كل واحد سنتين انا متاكد ان اللي غير الكوره في مصر بروتيتش زمان وبعدين هيدوكوتي فايسا جوسيه غيروا الكوره غيروا طرق اللعب غيروا مفهوم اللعب الجماعي يعني دون الفلسفه فلسفه التفوق والنجاح والنظام والعمل كان مستر جوسيه اول ما كابتن احمد فتحي جه وبقول له وصل من انجلترا فداخل بيه قال له وي ار فاميلي هير اف يو وونت تو بي انديفيديوال بلاي جولف احنا تيم هتنجح لا جوزيه مش كان مدرب رائع بس جوزيه مدير وقائد رائع ايوه كده يعني هو كان قائد اهم حاجه اللعيبه واحنا شفنا اللي عمله مع عصام الحضري وشفنا اللي عمله مع اللعيبه وانت الكابتن وامتى لا جوزيه ده قائد يعني هو كان قائد الحقيقه ومحتاجين قائد مره مقال كده من فتره الملك جوزيه فعلا وبعدين ما كانش بيلعب حتى في غروره كان حتى في تصريحاته حتى في ادارته للاعبين سواء الموهوبين او المشوبين احتوائه او حاسمه معاهم الاثنين بيعرف يجيدهم كويس قوي عايز اقول لك يا دكتور واحنا راجعين من اليابان المهندس عادل يذكر في حوار مطول بينه وبينه قعد فتره طويله بتاع 6-7 ساعات شوف فسر لي اللي حضرتك بتقوله ده قال لك لما جاني عرض الاهلي اول مره رحت نازل رايح المكتبه جبت كتير من كتب الادب العربي المترجم للبنانيين ومصريين يعرف مين المصري عايز اقرا العقليه دي بتفكر ازاي تاريخها ايه عمقها ايه شوف هو حد مثقف حد عايز يتعامل مع الناس انا اعترف لك انا من الناس اللي عندي عقد جوزيه بقارن اي مدرب بجوزيه ما عشان كده دايما مع المسطره جوزيه على الرغم على الرغم على الرغم محدش يقول ان كل حاجاته كان في اخفاقات طبعا لكن كان راجل كان راجل تشعر واخد بالك لما شادي وقف جون اقسم بالله مبسوطين يعني واخد بالك ليه لان هي حاجه نادره جدا بالظبط اللعيب يطرد ف مقلب تضحك له وهو جه كثف هجوم انا لسه قريب بتفرج على ماتش لقيت الاهلي بيلعب باربعه راس حربه كان اسامه حسني وعلاء خلاص هو لما يبقى كده يلعب على ابراهيم ومش عارف بيلعب عمر على طول يعني صور ان كل دي نجوم الكبار دول بس هو بيغامر بقى ممكن تقلش مره فتره عين بالظبط ايوه لكن في معظم الحاجات خلاص هو ما ينفعش يكش بقى 90 جت منين جت من الحاجات دي يعني السنه اللي فاتت لا قبل اللي خدنا فيها الدوري كان في ماتش سموحه في المنتخب جبنا الجون اللي جابه جيرالدو في 98 انا كنت في الاستاد يوميها احنا يوميها قلنا ده جون الدوري ايوه كان باين قوي ده جون الدوري واخد بالك فهو لا جوزيه بقى كان بيغامر وكان بي يعني محمود بيه يا ليت الجلسه تستمر لصباح الغد الله يخليك الله يخليك انا سعيد والله احنا سعداء ده انا اللي سعيد والله واحنا ما قدرناش حلقه انك احنا قدرنا ان احنا قاعدين لسه في اللوبي بتاع الفندق في ابو ظبي وبنتكلم بنفس التوجه كان نفس الحماس على فكره معظم الكلام كان كده واحنا هناك نتفق ونختلف ومش ممكن تقعد مع شخصيه زي دي وتتكلم كلام تقليدي وتساله اسئله مترتبه لا خالص سعدنا بيك جدا انا اللي سعدت ومبسوط ان ابراهيم بقى كنا سعداء بيك النهارده يا دكتور وكل سنه وحضرتك طيب المهندس عدلي والاستاذ ابراهيم وسعيد ان في قناه الاهلي وزي ما بقول لك الاهلي ده يعني حاجه في القلب دايما فانتوا صحيتوا عندي مشاعر وكلام كتير ومره تانية انا بقول التحليل كمشجع عشان الناس هتطلع تقول لك بيفتي وماله وما بتاع بدون حصان انا ما بفتيش انا بتكلم كمشجع فمحدش يعني يزعل شكرا جزيلا ليك كما نشكر حضراتكم على طيب المتابعه لهذا اللقاء الرمضاني المتميز مع الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي والاعلامي الكبير
ورئيس لجنة الآثار والسياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ. شكرا جزيلا لحضراتكم وتصبحوا على خير.